السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة طلبات الصف الأول الثانوي، أهلا بكم، معاكم مستر مصطفى عباري مدرس علم الأحياء. إن شاء الله أنا أقدم لكم النهاردة مراجعة كويسة جدا على الباب الأول كامل: الكربوهيدرات، اللايبيدات، البروتينات، الأحماض النووية، والتفاعلات الكيميائية داخل أجسام الكائنات الحية. مادة من المواد الجميلة جدا، مادة من المواد السهلة اللي ما فيهاش أي صعوبة، مادة من المواد المضمونة كتجيت أولى ثانوي. يلا نبدأ بسم الله خير الكلام، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يلا نبدأ بسم الله. النهارده ان شاء الله هنعمل مراجعة شاملة على الباب الاول كله اللي هو بنتكلم عنه في محتواه الكيمياء الحيوية. المحتوى حبيبي عندك بيتكلم عن حاجة اسمها رقم واحد، الفصل الاول بيتكلم عن حاجة اسمها الكربوهيدرات، وهنعرف ان الكربوهيدرات دي هي كلمة بتشمل السكريات والنشويات والالياف. هنتكلم عن الليبيدات او اللايبيدات، هي كلمة بتشمل الدهون بانواعها. والفصل الثاني هيكون عندنا البروتينات بانواعها، اسماك، لحوم، البان منزوعة الدسم، بياض البيض، الكلام ده كله، والاحماض النووية اللي احنا بنتكلم عنها زي الدي ان ايه وزي الار ان ايه. هنتكلم كمان مع بعض ان شاء الله عن الفصل الثالث اللي هي التفاعلات الكيميائية في اجسام الكائنات الحية بعنوان الانزيمات والهدم والبناء وطاقة التنشيط وهكذا. يلا بينا نبدأ بسم الله. مستويات التنظيم الحيوي في أجسام الكائنات الحية. بس قبل ما أبدأ معاك في مستويات الكائنات الحية لازم أعرفك نقطة، أنا عايز أعرف هو إحنا ليه سميناها باسم الكيمياء الحيوية؟ ليه اتسمت الكيمياء الحيوية؟ يعني إحنا بنتكلم في أحياء، إيه علاقة الكيمياء؟ حبيبي أنا هدرس التفاعلات الكيميائية اللي بتحدث داخل الكائنات الحية. بمعنى شخص مثلا عنده انيميا، فالشخص اللي عنده الانيميا ده بيروح المعمل بيتسحب منه دم، ادي كلمة دم. هو الدم ده موجود فين؟ تقول له مصر والله موجود داخل الجسم. حلو، واللي بيدرس الجسم بتاع الكائن الحي هو الاحياء، يعني الجسم شامل اللي بيدرسه هو الاحياء. طب هو هيسحب من الدم عشان يقيس في الدم عنصر اسمه عنصر الحديد FE، يعني هو هيقيس عنصر الحديد، والحديد ده يعتبر كيمياء. يبقى العلاقة ما بين الكيمياء والأحياء بسميها كيمياء حيوية. مثلا العظام، العظام دي جوه جسمك هيقيس فيها الكالسيوم، الكالسيوم ده يعتبر كيمياء، فعلاقة الكالسيوم بالعظام هي علاقة الكيمياء بالأحياء وهكذا. فاحنا هنبدأ ناخد مع بعض إن شاء الله إيه علاقة الكيمياء بالأحياء، والأحياء هو العلم الذي يهتم بدراسة الكائنات الحية من أشهرهم الإنسان والحيوان، اللي احنا إن شاء الله هنعرف في الباب الرابع إن الاتنين على بعض بيتسموا الحيوان وأرقاهم الإنسان، وعندنا حاجة اسمها النبات. جميل أوي. أنا قبل ما أدرس إيه علاقة الكيمياء بجسم الكائن الحي لازم أعرف جسمي ده بيتكون من إيه. فأول حاجة جسم الإنسان هو المفروض هيتكون من 7 مستويات. جميل، ايه هما السبعة دول؟ قال لك جسم الانسان بيتكون من حاجة اسمها اجهزة، والاجهزة بتتكون من اعضاء، والاعضاء من انسجة، والانسجة من خلايا، والخلايا من عضيات، والعضيات من جزيئات، والجزيئات من ذرات. فنيجي نتكلم عن جسم الانسان من الكبير للصغير ومن الصغير للكبير. الجسم هيتكون من مجموعة اجهزة. مستر زي ايه الاجهزه دي؟ زي مثلا اجهزه حضرتك لو مكمل ان شاء الله معانا علمي هتدرس في تانية ثانوي 5 اجهزه، وفي تالتة ثانوي 5 اجهزه. عندك الجهاز الهضمي المسؤول عن هضم الطعام، الجهاز الدوري اللي هو هيبقى فيه القلب والشرايين والاورده والدم، الجهاز التنفسي المسؤول عن التنفس اللي هو الرئه، الجهاز الاخراجي هتدرس فيه الكليه، الجهاز العصبي هتدرس فيه المخ والحبل الشوكي. عندك في تالتة ثانوي الجهاز الهيكلي هتدرس فيه العظام والجلد
حاجة اسمها الغضاريف والأوتار والأربطة والمفاصل وهكذا. هتدرس معايا حاجة اسمها الجهاز العضلي، هتدرس عضلات جسمك اللي هي اللحمة اللي تحت الجلد، هتدرس حاجة اسمها الجهاز الهرموني اللي انت اخدته في تالتة ثانوي في تالتة اعدادي، اللي هو زي الغدد، الغدة النخامية، الدرقية، الكلام ده. تدرس حاجة اسمها الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي، تدرس حاجة اسمها الجهاز المناعي اللي مسؤول عن الدفاع عن الجسم ضد الأمراض. فحضرتك كده حبيبي هتدرس معايا الأجهزة. فحبيبي في الامتحان يجي يسألك مين أكبر مكونات الجسم رقم واحد، لازم تدور على الأجهزة. طب لو ما لقيتش في الاختيارات على الأجهزة فيجي رقم اتنين حاجة اسمها الأعضاء. مثلا لو جهاز هضمي أشهر عضو عندك زي المعدة، جهاز عصبي زي المخ، جهاز تنفسي زي الرئة، جهاز إخراجي زي زي الكلية، جهاز مناعي مثلا زي مثلا الأعضاء الليمفاوية وهكذا. هو كل ده مش عليك، يعني مش عليك أسماء الأعضاء، بس أنت لازم تبقى عارف إن الأجهزة أكبر حاجة بتتكون من رقم اتنين حاجة اسمها الأعضاء. طب الأعضاء دي هتتكون من حاجة أصغر منها، هتتكون من حاجة اسمها الأنسجة. والأنسجة دي حبيبي هنقسمها لنوعين، أنسجة نباتية موجودة في النبات وأنسجة حيوانية. طب مصر ومفيش أنسجة إنسانية؟ قال لك لا، ما هو الإنسان مصنف ضمن مملكة الحيوان، فأنا عندي الأنسجة النباتية خاصة بالنبات والحيوانية خاصة بالإنسان والحيوان. بعد كده عندي حاجة اسمها الخلايا. الخلايا دي حبيبي نوعين، في منها خلية نباتية هندرسها بالتفصيل في الباب التاني، وفي منها حيوانية. الله، امال فين مصر الخلايا الانسانية؟ ما انا قلت لك يا حبيبي الانسان مصنف ضمن مملكة الحيوان. تاني، الانسان مصنف ضمن مملكة الحيوان. رقم خمسة، الخلايا بتتكون من حاجة اصغر منها اسمها عضيات. عضيات حبيبي يعني ايه عضيات؟ قال لك بص، انا ما ينفعش اقول اعضاء واعضاء صغيره، زي ما ينفعش اقول شجره وشجره صغيره، زي ما ينفعش ما اقول نواه ونواه صغيره. فبصغر الكلمه، شجره شجيره، نواه نويه، كتاب كتيب، عضو عضي. فبدل ما اقول اعضاء صغيره بقول كلمه عضيات. العضيات دي هنعرفها ان شاء الله بالتفصيل في الباب التاني، من اشهرها كلمة اسمها الميتوكوندريا اللي قدامك دي، اللي بيحصل فيها اكسدة سكر الجلوكوز عشان ابدأ اطلع منه حاجة اسمها ATP. والعضيات بتتكون من حاجة اسمها الجزيئات، والجزيئات دي هي اللي احنا هندرسها ان شاء الله في الفصل الاول والفصل الثاني، اللي انا بقسمها لحاجتين، جزيئات عضويه وجزيئات غير عضويه. والجزيئات هتتكون من اصغر حاجه موجوده في جسمك حاجه اسمها الذرات. يبقى بص يا بابا، طول ما انا ماشي من فوق لتحت هدرس حاجه اسمها هنا من الاكثر تعقيدا وهنا الأبسط تعقيدا، والعكس صحيح، من الأبسط إلى الأكثر. يبقى في الامتحان يا حبيبي لو بيسألك مين الأكثر تعقيدا إلى الأبسط، فأنت ماشي أجهزة، أعضاء، أنسجة، خلايا، عضيات، جزيئات، ذرات. عندنا بقى حبيبي جزء كمان جديد اسمه جزء البلمرة. البلمرة دي حبيبي لازم تكون عارفها كويس. قال لك اتحاد الجزيئات الصغيرة، بقول عليها كلمة مونيمر. مونيمر معناها باللاتيني مونو ومير. مونو يعني واحد، مير يعني جزء، فدي معناها جزء واحد. لتكوين الجزيء الكبير، هي جزيئات، انا همسك جزء مع جزء مع جزء مع جزء، هيبقوا جزيئات صغيرة هيكونوا جزيء كبير. ده معناه بولي ومير. مير معناه جزء، وبولي معناه كثير او كبير. ده كده حبيبي معنى كلمة بوليمر ومعنى كلمة مونيمر. فلو انا خدت حاجات صغيرة دمجتها مع بعض فتحولت الى حاجة كبيرة ما بينها روابط، دي اسمها عملية البلمرة. بمعنى لو انا مثلا بكلمك، بص كده معايا، انا دلوقتي مثلا عندي
A و B و C و D. بعد السهم A رابطة B رابطة C رابطة D. كل ده على بعضه طالما هو حاجة واحدة ما بينها روابط فده اسمه بوليمر. كل واحدة من دول اسمها مونيمر. عملية اتحاد المونيمر لتكوين البوليمر اسمها بلمرة، او لها اسم تاني اسمها بناء. لكن عملية تحويل البوليمر الى مونيمر اسمها اكسدة، او ممكن اقول عليها كلمة تانية اسمها هدم. ده كده حبيبي الجزء الاول اللي عندنا. فمثلا لو انا قلت لك عندي طوبة 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 طوبة، كل طوبة لوحدها اسمها مونيمر. عملية اتحاد الطوب مع بعض عشان تكوين الحيطة اسمها بلمرة. الحيطة كلها على بعض اسمها ايه؟ اسمها والله بوليمر. بص كده، ده مونيمر 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 مونيمر، كل ده على بعضه اسمه بوليمر. مثلا عندك مكعبات في البيت، كل مكعب لوحده صغير اسمه مونيمر. عملية اتحاد المكعبات مع بعض اسمها بلمرة. شكل المكعب كله على بعضه اسمه بوليمر. صعب الكلام ده؟ الله ينور عليك يا دكتور. في اي مشكلة كده حبيبي؟ قال لك لا. يبقى انا كده لو بتكلم من المستوى الاكبر الى المستوى الاقل، فانا هذكر كلمة دايما يتكون من. بمعنى الاجهزة بتتكون من اعضاء، الاعضاء بتتكون من انسجة، الانسجة بتتكون من خلايا، الخلايا بتتكون من العضيات، ودي تصغير لكلمة اعضاء. العضيات بتتكون من جزيئات، الجزيئات بتتكون من ذرات. يبقى مثلا ايه في الامتحان يقول لك مثلا الانسجة تتكون من، ويفتح لك اقواس اجهزة شرطة اعضاء شرطة خلايا شرطة جميع ما سبق. فتيجي تقرأ الانسجة، ادي الانسجة ايه حبيبي؟ الانسجة بتتكون من كل اللي بعدها، من اللي بعدها مش اللي قبلها. فالانسجة بتتكون من اي حاجة بعدها. اعضاء لا، الاعضاء هي اللي بتتكون من انسجة. اجهزة لا، الاجهزة هي اللي بتتكون من اعضاء. خلايا هي الاجابة لان الانسجة بتتكون من خلايا. من الاقل الى الاكبر بقى الذرات. بص بص هقول ايه، هقول كلمة اسمها تكون. تكون الذرات الصغير يكون الكبير، الذرات تكون الجزيئات، الجزيئات تكون العضيات، العضيات تكون الخلايا، الخلايا تكون الانسجة، الانسجة تكون الاعضاء، الاعضاء تكون الاجهزة. فحبيبي طول ما انا ماشي كده فالصغير بيكون الكبير. لو انا ماشي كده فالكبير بيتكون من الصغير. فخد بالك من، او خد بالك من يكون. فكرة من الافكار التقيلة جدا اللي ممكن يلعب عليها في الامتحان. اللي بعده سؤال معانا، ايا من مال يمثل الترتيب الصحيح لمكونات كائن حي عديد الخلايا من الابسط الى الاكثر تعقيدا، يعني من الاقل الى الاعلى. بكل بساطة يلا بينا، الذرة هو عايز من الابسط هيطلع منها جزيئات، الجزيئات هيطلع منها عضيات، العضيات هيطلع منها خلايا، الخلايا هيطلع منها انسجة، الانسجة هيطلع منها اعضاء، والاعضاء هيطلع منها اجهزة. يلا بينا، همشي خلايا بوليمرات عضيات انسجة. ايه ده؟ خلايا بوليمر عضي، ده انا كده نازل. يعني الخلية هو المفروض الخلية رقم كام؟ الخلية دي رقم 4، البوليمرات دي اللي هي من الجزيئات دي رقم 6، العضيات دي رقم 5، الانسجة دي رقم 3، وعايز من الاقل الى الاكثر، يعني 4
بعد كده هطلع لستة، بعد كده هرجع لخمسة، بعد كده هروح لتلاتة؟ لا طبعا مستحيل. بوليمرات، البوليمرات دي اللي هي من الجزيئات، بوليمرات يعني ستة، بعد كده خلايا يعني أربعة، عضيات خمسة، أنسجة تلاتة يعني جزيئات، بعد كده هطلع لخلايا وارجع تاني لعضيات؟ طبعا مستحيل. طب يلا، عضيات، عضيات دي اللي هي رقم خمسة، بعد كده اروح للبوليمرات رقم ستة، يعني انا كده راجع لورا، انا عايز من تحت لفوق مش من فوق لتحت، بعد كده خلايا اربعة، بعد كده انسجة. طب لو انت بدأت بوليمرات عضيات تمام، يبقى دي ما ينفعش، بوليمرات رقم ستة تمام، عضيات خمسة، انا عايز اروح من تحت لفوق، يعني دي سبعة ستة خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد، انا عايز امشي كده، فستة خمسة تمام، بعد كده خلايا اربعة تمام، بعد كده انسجة تمام قوي، يبقى انت كده ماشي صح، فالاجابة هتكون دال. في مشكلة كده حبيبي؟ الله ينور عليك يا دكتور. اللي بعده، تنقسم بقى الجزيئات البيولوجية، الجزيئات عموما هقسمها الى ايه؟ هقسمها الى جزيئات عضوية وجزيئات غير عضوية. بمعنى الجزيئات نوعين، عضوي وغير عضوي. الجزيئات العضوية كبيرة الحجم، الجزيئات العضوية تتكون داخل الجسم، الجزيئات العضوية شرط اساسي فيها تلاقي كربون، وطبعا لازم يبقى معاه برضو هيدروجين وكمان اكسجين، وهنحتاج معانا نيتروجين وفوسفور ويود وحديد، دي العناصر اللي احنا محتاجينها، بس العضوية بالذات لازم يكون عندي كربون. الغير عضوية لا، لا يشترط ان تحتوي على كربون. بمعنى لو انا جيت قلت لك H2O CO2 NaCl، اول واحدة هنا في كربون؟ لا، يبقى ده غير عضوي. هنا في كربون؟ اه، بس معهوش هيدروجين، يبقى ده غير عضوي. NaCl ده مش كربون، ده تبع تبع الكلور. هنا في كربون؟ لا. فيها هيدروجين؟ لا، يبقى غير عضوي. ان ايه HCO3 برضو غير عضوي، كربون يجي الاول بعد كده الهيدروجين، يبقى غير عضوي. يبقى انا لازم العضوي يكون معايا الكربون ومعايا وراه على طول الهيدروجين. الغير عضوي لا يشترط، يعني ممكن يكون في كربون او ما فيهوش كربون، لو في كربون من غير الهيدروجين يبقى يعتبر غير عضوي، زي الكربوهيدرات اللي هي السكريات، الليبيدات، البروتينات والاحماض النووية. خد بالك، خد بالك من جملة، بص بقى معايا هنا بقى الفنيات بتاعتنا. بص بقى، الكربوهيدرات كل اللي انا هحط لك فوقيه كلمة بوليمر يعني حاجة كبيرة، المونيمر بقى بتاعها ايه؟ الكربوهيدرات المونيمر بتاعها سكر احادي، يعني اصغر حاجة في الكربوهيدرات سكر احادي. اللايبيدات اصغر حاجة فيها حمض دهني، والليبيدات دي بتساوي كلمة كمان اسمها الدهون، الاتنين نفس المعنى. البروتينات بتتكون من واحدة صغيرة اسمها حمض اميني، الاحماض النووية بتساوي كلمة اسمها دي ان ايه، او بتساوي كلمة كمان اسمها ار ان ايه، دي اصغر حاجة فيها كلمة اسمها كلمة النيوكليوتيدا. وكل ده ان شاء الله يا حبيبي يا دكتور هناخده مع بعض النهاردة في الحلقة. الغير عضوية زي المية H2O، او ممكن نقول عليها HOH، او زي الملح واشهرها ان ايه CL، دي كده حبيبي الغير عضوية. يبقى تعالى اسألك سؤال وانت جاوب لي عليه تحت في الكومنتات، وانا هستنى ردك وانا هرد عليك بنفسي. اسمع الجملة دي، كل الجزيئات العضوية تحتوي على كربون، فاصلة. اهي بص، كل الجزيئات العضوية بها كربون، فاصلة. كل جزيء به كربون عضوي. جاوب انت بقى في الكومنتات، الجملة الاولى صح والتانية غلط؟ الجملة الاولى غلط والتانية صح؟ الاتنين صح الاتنين غلط؟
جاوب وانا هجاوب معاك، بس وقف الفيديو وجاوب. يلا بينا. كل العضو فيه كربون، ادي العضو اهو، لازم هيحتوي على عنصر الكربون. اي مركب عضوي لازم يبقى فيه كربون، يبقى الاولى صح. بس هنا كل جزيء، هنا ما حددليش نوع الجزيء هو عضوي ولا غير عضوي، قال لي كل جزيء به كربون هيبقى عضوي. طب واحده واحده، ثاني اكسيد الكربون اهو، مش ده جزيء؟ انا معرفش عضوي ولا غير عضوي، في ايه؟ في كربون. في هيدروجين؟ لا. طب طالما في كربون ما فيهوش هيدروجين، يبقى اذا هو غير عضوي. يبقى كل جزيء هيبقى فيه كربون هيبقى عضوي؟ لا طبعا، بدليل ثاني اكسيد الكربون فيه كربون بس غير عضوي، يبقى العباره الثانيه خطا. يبقى الجزيء العضوي فيه كربون بس مش كل جزيء فيه كربون هيكون عضوي. ده كده حبيبي الدرس التمهيدي الاول، رجعته لحضرتك في صوره ملحوظات وفي صوره كام سلايد كده خفاف، وان شاء الله ما يكونش فيهم اي مشكله. يلا بينا بقى نخش في الجد اللي هو الفصل الاول، الكربوهيدرات. اول حاجه هنبدا بيها التعريف، 2 التصنيف، 3 الصيغه، 4 الاهميه، 5 الكشف. الخمس حاجات دول هم درس الكربوهيدرات كامل. هيجي وراها ورقه كمان، الورقه دي هتطلق فيها فنيات لحل اي سؤال على الكربوهيدرات. فنيات دي هديه مننا من منصه هنذاكر اونلاين لكل طلبه اولى ثانوي في الجمهوريه. فيلا بينا نمشي واحده واحده. وانا بعرف يا حبيبي الكربوهيدرات او الليبيدات او البروتينات او الاحماض النوويه، انا معلم الطلبه دايما اللي هم في سطرين اساسيين دايما بيكتبوهم وبيغيروا كلمه. يلا بينا. الكربوهيدرات هي جزيئات بيولوجيه. كلمه بيولوجي، لوجي معناها علم، وبايو معناها علم الاحياء او علم الكائنات الحيه، فبقول عليها علم الاحياء. فهي جزيئات بيولوجيه، وساعات في ناس بتقول عليها جزيئات عضويه. فلو كتبت التعريف ده تمام، كتبت التعريف ده تمام. اوعى تنسى احنا متعودين ان اي جزيء بيولوجي كبير عشان يبان ان انت فاهم بنقول عليها كلمه بوليمر. تتكون من عدة جزيئات أصغر، قلنا أي حاجة صغيرة باللغة اللاتيني معناها كلمة مونيمر. بص بقى، أي حاجة هاخدها كربوهيدرات ليبيدات بروتينات أحماض نووية هكتب نفس السطر ده آخر كلمة، وتسمى. لو بعرف الكربوهيدرات هقول سكريات أحادية، لو بعرف الليبيدات هكتب نفس ده بس بدل سكريات أحادية أحماض دهنية. طيب لو بعرف البروتينات أحماض أمينية. طب لو بعرف الأحماض النووية نيوكليوتيدا. ده كده حبيبي أول حاجة التعريف بتاعنا. يبقى كلمة بوليمر هي حاجة كبيرة، مونيمر هي حاجة صغيرة فيها سكريات أحادية. التصنيف قال لك تصنف تبعا لتركيبها الجزيئي، وزن الجزيء، هل هو مرتفع؟ هل هو منخفض؟ أنا بصنفها حسب ده. فالسكريات البسيطة هي وزنها الجزيئي منخفض، السكريات البسيطة تذوب في الماء، السكريات البسيطة وزنها الجزيئي قلنا منخفض ولها طعم حلو، يعني لما باجي ادوقها بحس إن ليها طعم. فهنا رقم واحد من خصائصها تذوب في الماء، 2 طعمها حلو، 3 وزنها الجزيئي منخفض، وزنها الجزيئي قليل، وزنها الجزيئي قليل. السكريات البسيطة هي بتتكون من سكريات أحادية، كلمة أحادية المقصود بها اللي هي فيها من 3 إلى 6 ذرات كربون، زي الفركتوز سكر الفواكه، زي الجلاكتوز وهو لبن الأم، زي الريبوز وهو سكر خماسي سكر الار ان ايه C5H10O5، زي الجلوكوز وده سكر العنب. السكريات التانية البسيطة الثنائية زي اللاكتوز سكر اللبن، لاكتوز جاية من كلمة لاكتل وده سكر اللبن، مالتوز ده سكر الشعير، سكروز وده سكر القصب. هاجي لحد هنا وهخش معاك على فنيات الجزء بتاع السكريات اللي هو بتاع التصنيف. خش بينا على الفنيات، بس اوعى تنسى ان السكر المعقد لا تذوب في الماء،
ليس لها طعم، وزنها الجزئي مرتفع. يلا بينا فنيات، يلا بينا فنيات، نسبق كل ده فنيات حل المسائل. رقم واحد، لما اجي اقول لك يا حبيبي اجي اجيب لك رسمه زي دي ورسمه زي دي، واجي ابدا اسالك، اجي مثلا اقول لك الذوبان، واجي هنا اقول لك الوزن الجزئي. الذوبان، المفروض ان في الذوبان لو انا جيت عملت لك كده وجيت عملت لك كده وجيت عملت لك كده، ايه وبي وسي، وهنا نوع السكر. الوزن الجزئي برضو كده وكده وكده، ايه وبي وسي، وهنا نوع السكر. الذوبان بالنسبة للسكر، تيجي تفتكر السكر ده كان نوعين، بسيط ومعقد. البسيط نوعين، احادي وثنائي. جميل. هو اللي بيزوب في المية مين؟ السكر البسيط، يعني ده اكثر ذوبان. يعني ايه بسيط وبي بسيط؟ عشان هم اكثر ذوبان. يبقى سي ده من غير ما تفكر اقل ذوبان، يبقى سي ده سكر معقد عشان هو اقل واحد فيهم. ايه وبي؟ الاحادي والثنائي. الاحادي كل ما يكون احادي كل ما يذوب اكثر في الماء، الثنائي هيدوب بس الاحادي هيبقى اكتر منه، لان انا بنزل بالوزن الجزئي، واللي بيحدد الوزن الجزئي هو عدد ذرات الكربون. ما اللي عنده 3 غير اللي عنده 4 غير اللي عنده 5 غير اللي عنده 6، فمش كل السكر الاحادي وزنه الجزئي واحد، لا، الستة اكبر من الخمسة، اكبر من الاربعة، اكبر من التلاتة. فهنا ايه؟ هيبقى سكر احادي وبها يبقى سكر ثنائي على الذوبان. فممكن اعمل كده، لو عملت مثلا كده بعد كده كده بعد كده كده، وهنا الذوبان برضو اكتر ذوبان اللي هو ايه، يبقى ده احادي، اقل شوية بيه يبقى ده ثنائي. كل لما الحاجة ذوبانها بيزيد كل ما اعرف اللي هي احادي. طب كل ما الذوبان يقل اخش على الثنائي واخش على المعقد. ده كده حبيبي الذوبان، الوزن الجزئي. حبيبي كل ما نوع السكر يزيد، يعني كل ما يكون احادي الوزن الجزئي بيبقى منخفض. طب ثنائي الوزن الجزئي يزيد. طب معقد الوزن الجزئي يزيد، يعني العلاقة طردية. فهنا اكتر وزن جزئي هو المعقد، الاقل منه شوية هو الثنائي، الاقل منه خالص هو الاحادي. دي كده حبيبي اول حاجة في جزء الفنيات. خد يلا سكرينك، يلا الله ينور. الفنيات دي تكتبها معايا دكتور وابن دكتور، هنخليك طالع من الحصة مش شايل هم الباب الاول خالص. يلا بينا اللي بعده. ده اول نوع من الفنيات، السكريات. حبيبي اوعى تنسى السكر الاحادي. السكر الاحادي حبيبي يميزه ميزة، ايه هي؟ قالك السكر الاحادي دايما بتلاقي فيه عدد ذرات الكربون بيساوي عدد ذرات الاكسجين. جميل. وبتلاقي دايما الهيدروجين ضعفهم. حلو. وبتلاقي دايما ان عدد ذرات الكربون بيكون من 3 إلى 6، يعني الكربون هيبدأ من 3 وبينتهي ب6. جميل. يعني مثلا اجي اقول لك مركب، المركب ده كان فيه الكربون ب3، لو لقيت الكربون ب3 يبقى الاو كمان ب3، يبقى الاتش هو كمان ب6 عشان الضعف. طب الكربون ب4 يبقى الاو ب4، يبقى الاتش هو كمان ب8، الكربون ب5 يبقى الاو ب5، يبقى الاتش هو كمان ب10، الكربون ب6 يبقى الاو ب6، يبقى الاتش هو كمان ب12. دول بس في الامتحان اللي بيعبروا عن السكر الاحادي، اللي بيعبروا عن السكر الاحادي، لان الثنائي مختلف والمعقد مختلف. فدايما السكر الاحادي بعرفه منين؟
السي بيساوي الاو والاتش ده فهم والسي من 3 ل 6 ده دايما اللي بتقدر تحدد بيه السكر الاحادي. حلو قوي، ادي دي الملحوظه رقم 2. يلا بينا، عندنا ملحوظات كتير في درس السكريات ان شاء الله هنميزك بيهم. السكر الاحادي هو عباره عن جلوكوز فركتوز جالاكتوز ريبوز، ده الاحادي. الثنائي بقى عشان نحط المساله، الثنائي سكروز لاكتوز مالتوز. افتح اقواسك يلا عشان المساله. السكروز فركتوز زائد جلوكوز، السكروز ده سكر القصب، القصب فيه حرف القاف، اقرب حروف القاف الف. اللاكتوز فيه لام والف، هيتكون من جلاكتوز هو كمان فيه لام والف زائد جلوكوز. المالتوز جلوكوز زائد جلوكوز، يعني اللي انا استنتجه ان كل الثنائي لازم يكون ثابت فيه كلمه اسمها كلمه الجلوكوز. انت بقى مستر عايز ايه حبيبي؟ بص، واحد ثنائي في اتنين احادي، تاني واحد ثنائي في اتنين احادي، تالت واحد ثنائي في اتنين احادي، رابع واحد ثنائي في اتنين احادي. اديك انت قلت، يجي في الامتحان يقول لك، بص بقى، يقول لك اذا علمت ان مركب ما، مركب ما هيبقى مثلا اسمه مثلا A و B و C، ال A وال B وال C دي سكريات سداسية الكربون. افهم من ايه اللي هي سداسية الكربون؟ يعني فيها 6 ذرات كربون، يعني سكر احادي. يجي يقول لك A زائد A، A زائد B، A زائد C، مين في التلاتة دول سكر المالتوز؟ والله مصر، طب انا مش فاهم، قارن ده بده. المالتوز حبيبي ده سكر ثنائي بيتكون من جلوكوز جلوكوز، يعني حاجتين شبه بعض، يعني حاجتين شبه بعض. هنا A زائد C مش شبه بعض، A زائد B مش شبه بعض، A زائد A شبه بعض، يبقى ده المالتوز. طب لو جه سألك مين ايه ده؟ والله ايه هنا، ايه هنا، ايه اللي شبه بعض دايما اللي هو الجلوكوز. طب لو قلنا ان دي اجابه اسمها الف ودي ب ودي جيم، عايز اعرف مين فيهم اللي هيبقى السكروز؟ هل الف ولا ب وجيم ولا ب او جيم ولا ب بس؟ بص يا بابا، السكروز ده هو فركتوز زائد جلوكوز، يعني حاجتين غير بعض، يعني ممكن A زائد B، بص هقول ايه، او A زائد C، لان انا عارف ان الايه هنا وهنا الجلوكوز، بس انا مش عارف مين في B و C هو الفركتوز. فطالما ما اعرفش مين B او مين C فهقول B او G، لكن B و G انت كده بتقول له ان B و C فركتوز. طب لو هما الاثنين فركتوز ما كنت قلت اللي الاثنين بي، او كنت قلت اللي الاثنين سي؟ في مشكله حبيبي في النقطه دي؟ الله ينور عليك دكتور وابن دكتور. اللي بعده المسائل بقى، يجي يقول لك اذا علمت ان احنا عندنا وجبه فيها 30 مالتوز، فيها 10 لاكتوز، فيها 5 سكروز، دي الوجبه، ويبدا يسالك عايز عدد السكر الثنائي في المساله، عايز عدد انواع السكر الثنائي في المساله، عايز عدد السكر الاحادي، عايز عدد سكر الجلوكوز لوحده، عايز عدد
سكر الفركتوز لوحده، عايز عدد سكر الجلاكتوز لوحده، عايز عدد سكر الريبوز لوحده. يلا حبيبي بص، هو التلاتين مالتوز دول هيتكونوا في ايه؟ يطلع طالب متسرع متهور يقول له مستر 30 مالتوز، يعني المالتوز فيه جلوكوز وجلوكوز، يبقى اذا 30 مالتوز 15 جلوكوز و15 جلوكوز. ايه ده؟ ايه ده؟ انت عملت ايه؟ يعني ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ ما 30 مالتوز لو فيهم 15 و15، ما 15 و15 هم ال 30. ايه ده؟ انت عملت ايه؟ فبص مالكش دعوه بالرياضه، وعشان خاطري ما تحسبش على دماغك، خليك بالآلة. بمعنى هتيجي عند ال 30 دي هتسأل نفسك ده سكر ايه؟ هتقول له مستر والله ده سكر ثنائي، فتقوم مطلع سهمين منه طالما هو ثنائي. دي كام؟ 30. هتحطها مرة هنا ومرة هنا. هتيجي عند العشرة دي ده سكر ايه؟ تقول لي لاكتوز. ايوه، احادي ولا ثنائي؟ ثنائي. يبقى هتحط هنا 10 وهنا 10. ده سكر ايه؟ سكروز. ايوه، احادي ولا ثنائي؟ ثنائي. فهتطلع سهمين، هتحط هنا 5 وهنا 5. كده انت حولت الثنائي لاحادي بكل بساطه. الباقي بقى عليك انت اللي حافظ. المالتوز جلوكوز جلوكوز، اللاكتوز جلوكوز جالاكتوز، السكروز جلوكوز فركتوز. كده حبيبي انت فسرت المسألة. فتعالى 30 و10 و5 يبقى 45 سكر ثنائي. 30 و30 10 و10 5 و5 لازم يطلعوا الضعف، يبقى 90 سكر احادي. ادي دول 60 و20 80 و10 90. ادي طلعت الاحادي والثنائي وفكيت كل حاجه. يلا عايز عدد السكر الثنائي، قلنا 45. سيب عدد الانواع دلوقتي. عدد السكر الاحادي قلنا 90. عدد الجلوكوز، الجلوكوز 30 و30 ادي 60 و10 ادي 70 و5 يبقى 75. عدد الفركتوز، الفركتوز اهو قبليه 5. عدد الجلاكتوز، الجلاكتوز اهو قبليه 10. عدد الريبوز، مفيش هنا خالص ريبوز، يبقى 0. ايه بقى كلمة انواع ده يا مستر؟ حبيبي انواع يعني مهما الحاجة اتكررت لو مليون مرة تتحسب بواحد. فمثلا جيت قلت لك A A A B B C C D، كم عدد الحروف؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى عدد الحروف 8. طب عدد انواع الحروف مهما الحرف اتكرر يتحسب بواحد. فدول كده اتكرروا 3 مرات ادي 1، دول اتكرروا مرتين ادي 1، دول مرتين ادي 1، وده ما اتكررش خالص يبقى 1. يبقى عدد الانواع هيساوي 4. هنا دول كم مالتوز؟ 30. ما هم ال 30، يبقى نوعهم هو واحد بس مالتوز. 10 لاكتوز، ما هم نفس ال 10، يبقى نوعهم واحد بس لاكتوز. 5 سكروز، ما هم نفس ال 5، يبقى نوعهم واحد بس سكروز. يبقى 1 و1 و1، يبقى عدد انواع السكر الثنائي 3. دي من اتقل الافكار اللي عندنا في درس فنيات حل السكريات. طب معلش، لو نفس المسألة دي نفس المسألة وكان جايب لك مثلا في نفس المسألة 10 جلوكوز وجي قال لك احسب لي عدد السكر الثنائي، اوعى تجمع معاهم العشرة دي، اوعى تجمع دي، ده احادي، فيبقى 45 على طول. طب لو قال لك اجمع لي الاحادي بعد ما تطلع دول يطلعوا 90، هتحط عليهم العشرة جلوكوز، هيبقوا 100 سكر احادي. ده لو مزود لك في المسألة سكر احادي. فلازم تكون حافظ السكريات بطريقة كويسة. يلا بينا نرجع لورا. يبقى هنا اخدنا السكريات المعقدة، قلنا زي النشا زي السليلوز زي الجلايكوجين، وهنتكلم عليهم واحدة واحدة دلوقتي ان شاء الله في مخطط كامل. الصيغة
هنتكلم عن السكريات دي واحدة واحدة لسه. تشمل الكربوهيدرات ثلاث حاجات، قلنا السكريات زي اللي موجودة في الفواكه والكلام ده، وزي النشويات، وبعد إذنك تحفظهم معايا. أشهر خمس نشويات زي الأرز، أشهر خمس نشويات زي الأرز، زي المكرونة، زي الخبز، زي البطاطس، زي البطاطا، وحاجة اسمها الألياف اللي بتعطي الإنسان الشبع. الصيغة العامة للكربوهيدرات، قلنا الصيغة العامة للكربوهيدرات هي CH2O/N، وإن دي اختصار لكلمة number. الكربوهيدرات تتكون من كربون وهيدروجين وأكسجين بنسبة كربون واحد هيدروجين اتنين أكسجين واحد. فلا تعال نتكلم يعني ايه صيغة، معلش مع احترامي، CH2O/N. انا ابني اللي بيسمعني على المنصة واخويا واختي لازم يكون معهم كل المعلومات. ان دي اختصار لكلمة number، بمعنى اللي انا لازم يكون عندي رقم، لو حطيته هنا هضربه مرة في السي ومرة في الاتش ومرة في الاو، بمعنى CH2O/5 هتساوي، تمسك الخمسة دي تضربها مرة في السي ومرة في الاتش ومرة في الاو، يبقى خمسة في سي، هو فينا مصر الرقم بتاع سي، ما هو واحد، الواحد ما بيتكتبش، خمسة في سي سي خمسة، خمسة في اتش تو اتش 10، خمسة في او او 5. طب لو هو بقى عايز الان، لو هو عايز الان، بص بقى، طب تعالى مسألة كمان، CH2O/3 هتساوي 3 مرة في السي مرة في الاتش مرة في الاو، سي 3 اتش 6 او 3. الان بقى السكر الاحادي بس، الان بتساوي السي بتساوي الاو. طيب اي سكر اخر، لو اي سكر تاني السي هي اللي بتساوي الان بس، يعني مثلا اجي اجيب لك سكر زي ده مثلا سي 11 او خليها مثلا سي 12 اتش 22 او 11، سي 12 اتش 22 او 11، وجيت سألتك الان بكام، وجيت جبت لك مسألة كمان سي 3 اتش 6 او 3 وطلبت منك الان، اول حاجة هتبص عليها السي، لو لقيت عدد ذرات الكربون من 3 ل 6 يعني السي دي ب 3 او ب 4 او ب 5 او ب 6 يبقى ده سكر احادي. هتبص على الخطوة التانية، السي بيساوي الاو ولا لا، لان احنا عندنا سكر سي 5 اتش 10 او 4 ما يعتبرش من ضمن السكرات اللي احنا هنحسبها احادية كتصنيف للصيغة، فسي 3 لو لقيتها بتساوي الاو يبقى اذا الان هنا ب 3، فالان هنا سوى السي وسوى الاو، ده لو احادي. هنا السي مش ب 3 والسي مش بتساوي الاو والاتش مش ضعفهم يبقى مش احادي، فالان هنا هتساوي السي بس فهتساوي 12. فخد بالك من الفنية دي مهمة قوي. في اي مشكلة كده حبيبي؟ قال لك لا. اللي بعده ارجع تاني، خلاص قلنا الصيغة العامة وقلنا النسبة 1:2:1. الأهمية يقول لك الحصول على الطاقة، ودي هقولها دلوقتي في أكسدة سكر الجلوكوز، تخزين الطاقة وبناء الطاقة. ازاي يا مصر الحصول على الطاقة؟ يقول لك بص، سكر الجلوكوز سي 6 اتش 12 او 6، في كتاب المدرسة يقول لك رقم 1 عند أكسدة، كلمة أكسدة بتساوي كلمة هدم بتساوي كلمة حرق بتساوي كلمة كسر، عند أكسدة سكر الجلوكوز. اشمعنى الجلوكوز؟ انت لسه شايف بعينك النشا مليان جلوكوز، الجلايكوجين كله جلوكوز، السليلوز كله جلوكوز، السكروز فيه جلوكوز، المالتوز فيه جلوكوز، اللاكتوز فيه جلوكوز، يعني كل حاجة فيها أوز 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 جلوكوز، فهو أشهر حاجة عندي. فاشمعنى الجلوكوز بالذات؟ عشان ده اكتر المواد الغذائيه بيعتمد عليها الكائنات الحيه في الكون.
تعرفها ان شاء الله في تانية ثانوي. فعند اكسدة السكر الجلوكوز، فانا هعمل لك رسمة مبسطة. السكر اهو رابطة، ادي التانية، ادي التالتة، ادي الرابعة، ادي الخامسة، ادي السادسة. هعمل لك حاجة مبسطة. فهنمسك الكربون، ادي سي رابطة سي رابطة سي رابطة سي رابطة سي رابطة سي. حبيبي الرابطة متخزنة في السكر في ما بين الكربونة والكربونة دي، دي الرابطة. الطاقة متخزنة بقى ما بين الكربونة والتانية. فيقول لك عند أكسدة سكر الجلوكوز يتم كسر الرابطة الكيميائية، بنسميها جلايكوزيدية، بين ذرات الكربون، فتنطلق الطاقة فتخزن في الاي تي بي الذي يستخدمه الكائنات الحية. مصر مش فاهم، تعال فاهمك حبيبي. دي الكربونة الأولى، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة. ما بين كربونة والتانية في رابطة. بص بقى كلمة عند أكسدة سكر الجلوكوز، اسمعها واحفظها وصوت يرن في ودنك. كسر الرابطة يطلع طاقة، والطاقة هتعمل اي تي بي. لا 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 تاني، كسر الرابطة يطلع طاقة، والطاقة هتعمل اي تي بي. لا تاني معلش، كسر الرابطة يطلع طاقة، والطاقة هتعمل اي تي بي. الجزء ده مهم قوي. انا هكسر الرابطة، فانا كسرت الرابطة طلعت ايه؟ طاقة. افرض انا مش عايز الطاقة دلوقتي، ما انا مش هبعزقها، مش هبعزقها. انا مثلا نازل ب 100 جنيه فضة، مش هفضل ماشي بيهم بايدي، لا هحطهم في جيبي، ولما اعوز الفضة هبدا اطلع فضة فضة. نفس الكلام، الطاقة هتطلع مش هبعزقها، مش هرميها، لا انا هخزنها في مركب اسمه اي تي بي، ادينوزين ثلاثي فوسفات. فبص الكلام ده مش هتسمعه غير عندنا احنا بس، منصة هنذاكر بفضل الله. انا عندي ثلاث حاجات، اي ام بي واي دي بي واي تي بي. اي ام بي ادينوزين، جايه من قاعده اسمها ادينين، هناخدها في الاحماض النوويه. ادينوزين ام معناها مونو، بي معناها فوسفات، يعني ادينوزين احادي فوسفات. اي دي بي اي ادينوزين دي داي يعني ثنائي، بي فوسفات يعني اتنين فوسفات. اي تي بي ادينوزين تي معناها تراي يعني ثلاثي، بي فوسفات يعني بي زائد بي زائد بي، ودي اللي انا بعتمدها. فالاي تي بي هي ادينوزين ثلاثي فوسفات، بخزن فيها الطاقه، ولما بعوزها تاني بروح اطلع الطاقه دي على طول منها يا حبيبي. يبقى عند اكسده سكر الجلوكوز، يعني ايه اكسده؟ كسر الرابطه يطلع طاقه، والطاقه هتعمل اي تي بي. الاي تي بي معناه ادينوزين ثلاثي فوسفات، لان الفوسفات دي هتتكرر معايا كذا مره في المنهج، هنلمها كلها مع بعض. لا تقلق عزيزي الطالب، هطلع طاقه، الطاقه دي بقى استخدمها في العمليات الحيويه زي الحركه، زي ضخ الدم من القلب، زي التنفس من الرئه وهكذا. يبقى حبيبي انا كده قدرت احصل على الطاقه، عايز بقى اخزن الطاقه وابني الخلايا. فتعالى بقى نعمل لك حاجه ان شاء الله تسهل عليك الدنيا كلها، عشان نبدا نختم يلا درس السكريات. معلش هو طول معانا شويه، عشان هو في اكبر نسبه افكار، واحنا وعد لينا ان احنا هنقدم لك كل حاجه تليق بيك كطالب وتليق بينا احنا كمان كمنصه. فيلا بينا، هاجي هنا احط في النص كلمه اسمها كلمه جلوكوز، يلا بينا. ومعايا على طول على المخطط ده، لو انا جيت هنا هعمل اكسده في الكائنات الحيه، قلت لك ايه؟ كسر الرابطه يطلع طاقه، والطاقه هتعمل اي تي بي. يبقى الاكسده هيطلع طاقه، الطاقه على طول هتجري تعمل اي تي بي، ولما عوز الطاقه تاني هطلعها من الاي تي بي. ادي دي اول حاجه. طيب حضرتك كلت سكر كتير، اكسدت منه جزء انت محتاجه، طب انت نايم محتاج طاقة طبعا، مش قلبك شغال، مش الرئة شغالة، بس هل محتاج نفس الطاقة وانت صاحي؟ لا، فوانت نايم الطاقة اللي عايزها بتاخدها. طب لو انا عندي سكر زيادة، ما ينفعش يفضل في الدم، يجيلي غيبوبة سكر، ما ينفعش السكر الزيادة يفضل في الدم. فبعمل ايه؟ بص بقى المخطط التاني، الزائد من الجلوكوز يخزن في
الكبد والعضلات في الإنسان والحيوان في صورة اسمها صورة سكر جلايكوجين. يبقى الجلايكوجين ده هو السكر معقد لا يزف الماء، وزنه مرتفع، ليس له طعم، يتكون من اتحاد سكريات عديدة تسمى الجلوكوز. طب بص 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 الجاية الزائد عن التخزين. يعني خلاص جسمك اكتفى من التخزين، غزنت في الكبد لحد ما قال كفاية، خزنت في العضلات لحد ما قالت كفاية. يقولك الزائد في التخزين يتحول الى دهون وبيكون مكانها تحت الجلد اللي بتعمل لك الترهلات والكرش. في مشكلة كده حبيبي؟ قالك لا. طب كم ده في الانسان وفي الحيوان؟ الزائد من الجلوكوز بس المرة دي في النبات، قالك بيتحول وبيتخزن في صورة نشا. يبقى اذا في الامتحان الجلايكوجين والنشا علل هم سكريات تخزينية. هتقولي لان الجلايكوجين والنشا يتخزنوا عن طريق اتحاد سكر الجلوكوز مع بعضهم، لو جلايكوجين انسان حيوان، لو نشا في النبات. النبات ده حبيبي لما بيعمل بناء ضوئي، النبات لما بيعمل بناء ضوئي بيكون جلوكوز، بيروح يخزن النشا ده كله في حاجة اسمها حبيبات النشا موجودة جوه البلاسيدة، فالجلوكوز بيتكون من البناء الضوئي وبيتخزن في صورة نشا. طب بص بقى الزائد عن التخزين في النبات، قالك ده بيتحول الى السليلوز. بص الجملة دي، والسليلوز مسؤول عن بناء جدار الخلية. بص 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 النباتية، لأن الخلية الحيوانية ما عندهاش جدار خلوي. طب كمل. جلوكوز زائد جلوكوز يطلع لي مالتوز، جلوكوز زائد فركتوز يطلع لي سكروز، جلوكوز زائد جلاكتوز يطلع لي لاكتوز. وكده اقدر اقول لك تم بحمد الله، كده انا خلصت لك كل افكار الكربوهيدرات كامله. فاضل معانا بس الكشف. قال لك انا بكشف على السكر الاحادي، ولو عايز اكشف عنه في البول كمان عشان اعرف انا مريض بول سكري ولا لا، بكشف عنده بكشف بندكت. ده لونه ازرق بيتحول الى البرتقالي، من ازرق الى برتقالي. اللي بيكشف عن النشك اسمه كاشف اليود، ده لونه برتقالي بيتحول من برتقالي الى ازرق داكن. وكده دي بفضل الله كل افكار السكريات. يلا بينا نخش مع بعض على شوية اسئلة. بيقول لك تم اختيار مكونات اربع اطعمة مختلفة فظهرت النتائج كما هو موضح بالجدول التالي. اي طعام يحتوي على سكر احادي ونشا وبروتين على الترتيب. هنا جايب لي اختبار بندكت اليود البيوريد. طب انا عايز اعرف البيوريد ده بيكشف عن البروتين وبيتحول لونه من ازرق الى بنفسجي. انا عايز اعرف بندكت ده هو الازرق ده المقصود بايه؟ ما انا مش عارف. بيقول لك بص حبيبي ظهرت النتائج، النتائج يعني اللون ده بعد النتيجة، يعني ده بندكت، ده مش لون بندكت، ده بعد النتيجة. فبص بقى بندكت، بندكت انا عايز سكر احادي ونشا وبروتين، المفروض الاحادي لما احط عليه بندكت يبقى برتقالي، النشا يبقى ازرق داكن، البروتين يبقى بنفسجي. فبندكت لونه بعد التجربة عشان قال لي ظهرت النتائج، النتيجة مش قبل ما احطه. مش هو ما يقصدش ان ازرق قبل ما يتحط، هو قصده بعد ما حطه فضل ازرق. فلو فضل ازرق زي ما هو، هو كده ما تحولش، انا عايزه برتقالي، برتقالي زي ما هو. لا بنفسجي تمام، بس اول اتنين غلط. بندكت تحول لبرتقالي تمام، نشا تحول لازرق تمام، البيوريت تحول لبنفسجي تمام. طب الباقي ده تحول لبرتقالي تمام، ده فضل زي ما هو، لا انا عايزه يبقى ازرق. ده فضل زي ما هو، لا انا عايزه يبقى ازرق. ازرق زي ما هو، لا ازرق تمام اتحول، ازرق زي ما هو لا. فالوحيد اللي اتحول لكل حالاته هي الاجابه ب. اللي بعده
فسر ينصح مرضى السمنة اللي هو عندهم دهون تحت الجلد بتكوين أو بتقليل تناول الأغذية الغنية بالكربوهيدرات. حبيبي الكربوهيدرات ده مليان 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 سكريات، الزيادة بيتخزن في الكبد والعضلات في صورة جلايكوجين، الزيادة بيتخزن تحت الجلد في صورة دهون، يبقى لأن الكربوهيدرات بتتحول إلى دهون تخزن تحت الجلد. إذا علمت إنه عند ارتباط جزيئين من السكر الأحادي ينتج عن ذلك نزع جزيء ماء، فما عدد جزيئات الماء عند تكوين 5 ملتوز؟ بص بقى في قوانين هملها لك إن شاء الله في آخر درس البروتينات. القوانين دي هي قوانين جزيئات الماء، ففي قانون بيقول عدد جزيئات الماء المنزوعة، هملك القوانين دي في الآخر، تساوي نفس عدد السكر الثنائي. هو الملتوز ده سكر ايه؟ ثنائي، عدده كام؟ 5، يبقى عدد المنزوع هو كمان 5. طب يا مستر معلش انا مش عايز احلها بطريقه القوانين، تعالى واحده واحده. انا عندي ملتوز 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 ملتوز، وانا عارف ان كل ملتوز بيتكون من جلوكوز 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 جلوكوز، ما كفايه انا مش هقعد اقول لك جلوكوز جلوكوز وتقعد تسمعني يعني كل ده، كفايه يعني. هو قال لي ده كلهم سكر واحد، ان كل 2 جلوكوز بطلع ميه، يعني الاتنين دول ادي ميه، 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 يبقى كلهم على بعض هيطلعوا برضو 5. طب ليه المعاناه ودي التنفس؟ ما تستخدم القانون على طول، ماما انا فايدتي معاك، يبقى هتساوي 5. اللي بعده، إذا كان سين سكر ينتج من عملية البناء الضوئي، قلت لك أي حاجة بتنتج من البناء الضوئي اسمها جلوكوز، وعين يوجد في لبن الأطفال يبقى عين ده لاكتوز، يبقى إذا جلوكوز وجلاكتوز بيساوي بيساوي لاكتوز، يبقى مين صاد وعين؟ قلنا جلوكوز جلاكتوز لاكتوز. ما مدى صحة العبارة مع التفسير السكريات الوحدية لها نفس الوزن الجزيئي؟ طبعا خطأ، وقلت لك في الشرح سكر الوحدي ممكن يكون C3 C4 C5 C6 O3 O4 O5 O6 H6 H8 H10 H12، هل ده قد ده قد ده قد ده؟ مستحيل، عد الذرات فأكيد لأ. ليه؟ بسبب اختلاف عدد ذرات الكربون اللي هي من 3 إلى 6 الداخلة في السكر، فبتغير لي الوزن الجزيئي. اللي بعده، لديك 3 مواد كربوهيدراتية ألف وب وجيم، إذا كان ألف وب ينتميان لنفس المجموعة من المواد، وكان ألف جزء من ب، يعني ألف وب هو بيتكلم عن الكربوهيدرات، والكربوهيدرات نوعين بسيط ومعقد، ألف وب من نفس النوع يبقى أكيد بيتكلم عن أحادي وثنائي، ألف جزء من ب، طب ما الأحادي جزء من الثنائي، وكان المركب جيم ينتج من اتحاد جزيئات عديدة من ألف، طب ما نعرف ان النشا والجلايكوجين والسليلوز بيتكونوا من اتحاد الجلوكوز، يبقى انا كده اتأكدت ان اذا ألف هو سكر احادي الجلوكوز. طيب اكتب مثلا واحدة اللي جيم، اي سكر عديد بقى، نشا جلايكوجين سليلوز، السليلوز ده مركب تركيبي لانه بيدخل في تركيب جدار الخلية، النشا تخزيني بيتخزن في النباتات، الجلايكوجين تخزيني بيتخزن في الانسان والحيوان في الكبد والعضلات. الصيغة العامة للكربوهيدرات CH2O/N، والصيغة الكيميائية لسكر الجلوكوز C6H12O6، فأي من مالي قد يستدل منها على الحرف N، قلتلك في السكر الأحادي الC بتساوي الO بتساوي الN، يبقى عدد الهيدروجين لأ، عدد الكربون عدد الروابط ما خدناهاش، عدد الاو اتش احنا اخدنا الاو اتش دي اللي هي موجوده في في الاحماض الدهنيه، 3 او اتش جي لسرور، 1 او اتش كحول وحادي الهيدروكسيل، يبقى الاجابه ب. النسبه بين عدد ذرات الهيدروجين والكربون والاكسجين على الترتيب، بص بقى طالب متحمس يلا مصر، ايه ده ايه ده ده 1 الى 2 الى 1،
غلط. ليه حبيبي؟ بص بيقول لك ايه، الهيدروجين والكربون والاكسجين. انت حضرتك عارف CH2O/M يعني 1:2:1، هنا بدأ بالاتش، الاتش 2، الكربون 1، الاكسجين 1، يبقى 2:1:1، يبقى الاجابه اهي. وهتقول لي 2:1:1 دي، وبيقول لك هيدروجين الاول، كربون اكسجين على الترتيب، هيدروجين 2 كربون 1 اكسجين 1. ايا من ما لا يعتبر مصدرا للطاقه في الخليه، حاجه مش بتدي طاقه. الجلوكوز او حاجه هيدي طاقه، النشا النشويات اللي هي السكر المعقد هيتحول للثنائي، والثنائي لوحده هيدي طاقه، اللاكتوز ده سكر ثنائي هيدي طاقه، لكن الانسولين ده ما خدناهوش خالص، ده عباره عن هرمون بيقلل نسبه السكر في الدم مش بيدي طاقه، يبقى اذا ده لا يعتبر مصدر، يبقى الاجابه ب. ايا مما يلي يمثل العناصر والوحدات الاساسيه المستخدمه في بناء جزيئات بيولوجيه كبيره، الدهون، كربون، هيدروجين، اكسجين، نيتروجين، الوحده بتاعتها حمض اميني، يا اخي عيب عليك قلنا حمض دهني، البروتين، كربون، هيدروجين، اكسجين، نيتروجين، حمض دهني، يا اخي عيب عليك قلنا حمض اميني، النشا، كربون، هيدروجين، اكسجين، تمام، جلوكوز برضو تمام، الله يفتح عليك، فوسفوليبيدات، كربون، هيدروجين، اكسجين، طب فين النيتروجين والفوسفور؟ حمض دهني تمام بس ناقص نيتروجين وفوسفور، يبقى دي مش هتنفع، يبقى الاجابه ج. إذا علمت أن ارتباط جزيئين من الجلوكوز يتم فيه نزع جزيء ماء، فإن الصيغة العامة الجزيئية لبوليمر يتكون من 4 جزيئات جلوكوز هي. هنمشي بقى واحدة واحدة في السؤال ده. بص بقى، C6H12O6 زائد C6H12O6 هو كم سكر؟ هو بيقول لي إذا علمت أن ارتباط 2 جلوكوز لازم أشيل منه 1 مية، 2 جلوكوز أشيل 1 مية، 2 جلوكوز أشيل 1 مية، يبقى 3 جلوكوز 2 مية، 4 جلوكوز 3 مية، 5 جلوكوز 4 مية، 6 جلوكوز 5 مية، يبقى عدد جزيئات الجلوكوز اللي بجمعها نقص منها 1 يطلع لك عدد المية المنزوعة. فأنت المفروض هتجمع دول وتطرح منهم مية، C6 وC6 C12 H24O12، اطرح منها ميه ناقص H2O هيساوي C12 زي ما هي، 24 ناقص 2 H22 O12 ناقص O هيبقى 11، ده لو انا بجمع 2 جلوكوز. طيب C6H12O6 زائد C6H12O6 زائد C6H12O6 دول كام سكر؟ 3، يبقى هتطرح منهم 2 ميه، 6 و6 و6 سي المفروض 18، H36O18 هتطرح منهم 2 ميه. مستر يعني ايه 2 ميه؟ 2 في H2 بH4، 2 فوق O بO2، يبقى هتطرح من C18 H36O18 2 ميه اللي هي H4O2، C18 مفيش هنا حاجه يبقى تنزل زي ما هي، H36 ناقص H4 H32 O18 ناقص O2 O16. المساله بقى اللي هو عايزها، C6H12O6 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 دول كام سكر؟ 4، يبقى تطرح منهم 3 ميه، 3 في H2 بH6، 3 في O بO3. يلا 6 و6 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 يعني C24 H48 O24، اطرح يلا، C24 زي ما هي، H48 ناقص H6 H42 O24 ناقص 3 O21، هي دي اللي انا عايزها، يبقى C24 H42 O21. فبعد اذنك في الكومنتات تحت وانا هتابعها وارد عليك بنفسك، هات لي اتحاد 5 سكر احادي، اجمع لي 5 سكر احادي، 5 احادي يعني هنزع 4 ميه.
طيب اجمع الخمسة وحدي واطرح منها اربعة مية. هستناك في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليك بنفسي. اللي بعده، ايا مما يبدو صحيحا عن تكوين النشا من السكر الاحادي. هو السكر الاحادي انا لما اعمل له اكسدة يطلع طاقة. طب عشان اكون هستهلك الطاقة، يبقى يتطلب ذلك تكوين رابطة بابتدية، دي ملهاش علاقة بالسكر. يحدث التفاعل فقط في الحيوانية، امال النباتية راحت فين؟ يتم تكسير الرابطة، تكسير الرابطة ده لو انا هعمل هدم، لكن يتم استهلاك طاقة، هي دي الاجابة عشان بعمل بناء. مواجه الشبه بين الجلاكتوز واللاكتوز، الاتنين سكر بسيط، هو ده احادي وده ثنائي، بس الاتنين بسيط، الاتنين كربوهيدرات، الاتنين مركب عضوي، فالاتنين هيكونوا سكريات بسيطة. طالما بسيطة يبقى ليهم طعم حلو، وزنهم منخفض وتزوب في الماء. كده حبيب قلبي احنا خلصنا الكربوهيدرات خالص، ويلا نبدأ في جزء جديد وهو جزء اللايبيدات، او بيسويه كلمة تانية اسمها الدهون. والمرة دي هناخد تعريف تركيب ذوبان تصنيف اهمية كشف. التعريف كالمعتاد هي جزيئات بيولوجية كبيرة، قلنا بولي مر، تتكون من جزيئات اصغر مونيمرات وتسمى الحمض الدهني. بتتكون من مجموعه كبيره من المركبات الغير متجانسه، يعني اللي مش شبه بعض. اللايبيدات دي اكتر حاجه عندنا هي بتتكون من احماض دهنيه وجليسرول، الكربوهيدرات جلوكوز، البروتينات احماض امينيه، الاحماض النوويه نيوكليوتيدات، لكن دي هي الوحيده اللي بتتكون من حمض دهني. التركيب قالك التركيب بتاعها هي هتتكون، يبقى عندي فيه كربوكسيل وهيدروكربونات، ده التركيب الاساسي كرسمة، لكن هي هتتكون من ثلاث احماض دهنية زائد جزيء واحد من الجليسرول. الجليسرول ده كحول به ثلاث مجموعات هيدروكسيل عشان المسألة، يبقى الليبيد الواحد في ثلاث احماض دهنية زائد جليسرول، والجليسرول هو فيه ثلاثة اتش عشان هنحل مسألة دلوقتي. تتكون من قلنا كربون وهيدروجين واكسجين بنسب محددة ثابتة. الذوبان، الذوبان تذوب او لا تذوب في المذيبات القطبية كالماء، المية هي مش هتذوب فيها، المذيبات القطبية يعني الغير عضوية، وانما تذوب في المركبات الغير قطبية يعني العضوية زي البنزين والرابع كلوريد الكربون CCl4. هنا هقف معاك، يلا بينا على الفنيات كالمعتاد. الفنيات بص بقى، واحد ليبيد، واحد ليبيد هيبقى فيه ثلاث احماض دهنية وهيبقى فيه جليسرول، يعني واحد جليسرول وهيبقى فيه 3 OH، ده الواحد الليبيد. يبقى لو جه في الامتحان قلت لك عندي 10 ليبيدات، عايز عدد الاحماض الدهنيه وعدد الجليسرول وعدد الاو اتش. فبص حبيبي، لو جالك في الامتحان قال لك انا عندي س ليبيد، س دي اي عدد يجي في الامتحان، ما انا ما اعرفش هو هيجيب ايه، وطلب منك عدد الحمض الدهني هيساوي دايما س في 3، س ده اي عدد في المساله، يعني هو جايب لك 10 ليبيدات، هات لي عدد يا عم الحمض الدهني هيساوي 10 اللي هو س في 3، يعني 30 حمض دهني. طب لو عايز عدد الجليسرول، خد س اللي هو العدد اضربه في 1، يعني ايه؟ يعني هي 10 اللي هو العدد اضربه في 1 هيساوي برضو 10 جليسرول لو طلبوا منك. طب لو عايز عدد الاو اتش، خد دايما سين اضربها في 3، يعني عايز عدد الاو اتش هنا يبقى هيساوي 10 في 3 هيساوي 30. يبقى لو خدت بالك عدد الليبيدات هو هو عدد الجليسرول، يبقى دايما يا حبيبي عدد اللايبيدات بيساوي عدد الجليسرول، ولو خدت بالك عدد الحمض الدهني بيساوي عدد الاو اتش. دي كملحوظات ليك. طب يلا بينا
لو عكسنا بمعنى جايب لك 30 حمض دهني وعايز الليبيدات، والله المصري قال لي ان الحمض الدهني بيساوي هو هو الاو اتش، يعني هيساوي 30 او اتش، عايز الليبيد. طب ما الليبيدات بتساوي الجليسرول، لو مديك الليبيد وعايز الحمض الدهني اضرب في 3. طب مديك الحمض الدهني وعايز الليبيد، هتاخد ال 30 دي تقسمها على 3 هتساوي 10، ال 10 دي هتبقى الليبيدات، ودايما الليبيدات بتساوي الجليسرول. فالنيات مهمه جدا في النقطه دي. الذوبان يعني ايه مركب قطبي؟ يعني ايه مركب عضوي؟ حبيبي كلمه قطبي مثلا هكلمك على حاجتين، الميه والملح. عايز اعرف ليه الميه؟ تدوب الملح. حبيبي الميه رمزها اتش او اتش. كلمه قطبي معناها ان هي تتكون من موجب هيدروجين وسالب او اتش. الملح هيبقى فيه حاجه اسمها ان ايه سي ال، ده هتاخده في الكيمياء، ان ايه موجب سي ال سالب. فاي مركب قطبي بقول عليه بيتكون من موجب وسالب. طب المركب العضوي دايما بيكون في عدد ذرات كربون، هنا في كربون لا يبقى قطبي، هنا في كربون لا يبقى قطبي، لكن اللي فيه كربون ما فيهوش موجب وسالب يبقى عضوي. يبقى زي، انا بكلمك على حسب منهجك انت في اولى ثانوي، يبقى زي الدهون، ما الدهون لسه معرفه اللي هي مركب عضوي يعني فيها كربون. البنزين ورابع كلوريد الكربون، هيبقى الاثنين فيهم كربون. دايما يا حبيبي خليك عارف الشبيه يذوب في الشبيه. يعني ايه؟ يعني القطب يدف القطب والعضوي يدف العضوي. يعني مثلا جه قال لك علل الدهون بيدوبوا البنزين، تقول لي لان البنزين عضوي والدهون عضوي والعضوي يزف العضوي. علل الملح يزف الماء، هتقول لي لان الملح قطبي والماء قطبي والقطبي يزف القطبي. طب كلمه قطبي هو لو قطبي، لو قطبي يبقى اذا مش عضوي يبقى غير عضوي. طب هو لو عضوي يبقى اذا غير قطبي، ما انا بنفي. ليه بقى الميه ما تشيلش الدهون؟ هتقول لي الماء مركب قطبي والدهون مركب عضوي، ولا يذوب العضوي في القطبي. دي الملحوظة والفنيات رقم 2. الفنيات رقم 3 دي بقى عايزة مننا جدول كده حلو، هدية مننا نوع الليبيد. الليبيدات زي او نوع الليبيد البسيط، الليبيدات 3 بسيطة معقدة مشتقة، الزيوت الدهون الشموع. وهتعرف يا حبيبي انا عامل لك، انا عامل لك الجدول ده فنيات عاليه قوي قوي قوي، هتعرف منها ازاي تقدر تحل بيه اي مساله في الجزء ده. 1 2 3 4 5. نوع الليبيد، اول حاجه هنتكلم عن الحاله الفيزيائيه، 2 هنتكلم عن نوع الحمض الدهني، 3 نوع الكحول، 4 عدد الاو اتش. فيلا بينا. الزيوت الحاله بتاعتها سائله، الدهون صلبه، الشموع صلبه. فبص بقى التركيه اللي انا عاملها لك، لو خدت بالك هتلاقي ان الزيوت والدهون اول اتنين مش شبه بعض، بس الدهون والشموع اخر اتنين شبه بعض. نوع الحمض الدهني، الزيوت حمض دهني غير مشبع. مصر يعني ايه غير مشبع؟ يعني بيه هيدروجين قليل. الدهون مشبع يعني بيه هيدروجين كثير. فاللي بيحدد هو مشبع ولا غير مشبع عدد الاتش. فانا عشان احول الزيوت لدهون بعمل حاجه اسمها عمليه هدرجه. يعني ايه؟ هو مش الزيوت غير مشبع؟ يعني فيها هيدروجين قليل، الدهون مشبع يعني فيها هيدروجين كتير، فعشان احول الغير مشبع لمشبع زود له هيدروجين، ده اسمه هدرجه.
الشموع تعتبر فوق مشبع بس برضه فيها هيدروجين كتير، ووزنها الجزيئي عالي. يبقى حاجتين وزنهم الجزيئي عالي، الشموع والسكر المعقد. ربط منهجك ببعضه دكتور ابن دكتور. في اي مشكله كده حبيبي؟ قال لك لا. يبقى لو بصيت هتلاقي الزيوت والدهون مش شبه بعض، والدهون والشموع شبه بعض. بص بقى اللي جاي، يبقى تاني معلش النقطه دي سائله، تبقى غير مشبع. لو غير مشبع يبقى الهيدروجين قليل، دي صلبه يبقى مشبع يبقى الهيدروجين كتير. يبقى اللي بيحدد نوع المشبع والغير مشبع عدد الاتش، واللي بيحدد سائل ولا صلب هو نوع الحمض، غير مشبع ولا مشبع. نوع الكحول الجليسرول، الزيوت فيها جليسرول يبقى الاو اتش 3، الدهون فيها جليسرول يبقى الاو اتش 3. اوبا، ده هنا في اول خانتين كان سائل صلب غير مشبع، مشبع مش شبه بعض، واخر خانتين جليسرول جليسرول 3 3 يعني شبه بعض. شفت بقى الفكره اللي احنا عاملينها هنا؟ كحول ممكن اقول على الجليسرول ده برضو ثلاثي الهيدروكسيل، وهنا برضو اقول عليه ثلاثي الهيدروكسيل. هنا هو كحول احادي الهيدروكسيل وفي واحده بس او اتش. الأهمية يبقى هنا حبيبي أول اتنين مش شبه بعض، أول خانتين مش شبه بعض في الزيت والدهون، وآخر خانتين شبه بعض. أول الخانة التالتة والرابعة شبه بعض، الخانة التالتة والرابعة مش شبه بعض. الأهمية، الزيوت أهميتها في الطيور المائية لا تعيق حركتها، الدهون أهميتها في الضب القطبي بيعمل كعازل حراري في درجة الحرارة المنخفضة، الشموع بتعمل كغطاء واقي لمنع عملية النتح. خد يلا سكرينك. بص يا بابا، النباتات ثلاث أنواع، نباتات صحراوية، نباتات مائية، نباتات عادية. حبيبي النبات كل يوم أنت بتروح تديله مية، المية الزيادة، الماء الزائد النبات يخرجه في صورة، يعني بيخرجه في صورة نتح. يعني ايه في صورة نتح؟ يعني بيخرجه في صورة بخار مية. طب ده نبات صحراوي، النتح ده اللي انا اخرج المية في صورة بخار، يعني في حرارة، الصحراء حرارتها عالية قوي، الصحراء هي كمان ما فيهاش مية، فعايز احافظ على الميه اللي جوه النبات، فبخلي فيه كيوتين. الكيوتين ده نوع من انواع الشموع. النباتات العاديه كده كده كل يوم بدلها ميه بيبقى فيها شموع بس بنسبه عاديه. النبات المائي هو عايش في ميه، يعني الميه اللي هيفقدها يرجع يكتسبها، يفقدها يرجع يكتسبها، فالكيوتين تقريبا يعني عدم. يبقى انا لو جبت لك مثلا قلت لك ده شمع وده شمع وده كله شمع، جيت سألتك ده ايه وده بي وده سي، النبات ايه اللي الشمع قليل قوي؟ يبقى ده مائي. اللي نص نص يبقى ده بيئة معتدلة او نبات عالي. اعلى شموع ده نبات صحراوي. اشهر النباتات الصحراوية الصبار والتين الشوكي. اشهر المائية تلاتة، نبات اسمه الاولوديا، نبات اسمه ورد النيل، نبات اسمه البسنت. كده انا اديتك كل الملحوظات في الجزء ده. التصنيف، بصنف اللي بدات لثلاث انواع، بسيطه معقده مشتقه زيوت دهون شموع. بفضل الله اتكلمنا عنها بالتفصيل، الفوسفوليبيدات والليبيدات المشتقه يلا نتكلم عليها. الفوسفوليبيد هو نوع من انواع الدهون المعقده التي تدخل في تركيب غشاء الخليه. الفوسفوليبيد بيبقى فيه سي واتش واو وان وبي. الفوسفوليبيد بيبقى فيه اتنين حمض دهني، واحد مشبع والتاني غير مشبع. قالك باستبدال الحمض الدهني التالت بمجموعه فوسفات ومجموعة كولين، وبيبقى فيه هو كمان جليسرول عادي خالص.
بيبقى الحالة بتاعته حالة سائلة. بديك كل المعلومات اللي عليك واللي مش عليك عشان لو لقيتها في كتاب خارجي. بص بقى، هنقارن ما بين حاجتين، جدار الخلية وغشاء الخلية. جدار الخلية موجود في النبات فقط، غشاء الخلية في النبات والحيوان. يبقى النبات هو بس اللي عنده جدار خلية، الحيوان عنده جدار، عنده غشاء. النبات عنده جدار وعنده غشاء. الجدار ده اللي كان بيبنيه السليلوز عن طريق الجلوكوز. الجدار ده كان بيبنيه سكر معقد. النهارده لا، الغشاء هيبني دهون معقدة عن طريق الفوسفوليبيد. فلو جه في الامتحان عمل لك كده، دي خلية سين ودي صاد، مين نبات ومين حيوان؟ النبات ده عشان عنده جدار من بره وغشاء من جوه، اللي عنده غشاء بس هو الحيوان. طب مسألة كمان، جيت قلت لك 10 فوسفوليبيد فيهم كم حمض دهني؟ والله الواحد في 2، يبقى 10 في 2 ب 20. فيهم كم فوسفات؟ والله الواحد في واحدة فوسفات، يبقى 10 في 1 هيساوي 10. فيهم كم كولين؟ والله الواحد في 1 كولين، يبقى 10 فيهم 10 كولين. في كم جليسرول؟ والله الواحد في 1 جليسرول، يبقى 10 في 1 بيساوي 10 جليسرول. طب لو جيت قلت لك، بص بقى الفنية الجاية دي حلوة قوي، عندي 2 زيت الى 3 فوسفوليبيد، احسب لي عدد الاحماض الدهنية هنا الى هنا. والله الزيت والدهون بيبقى فيهم 3 احماض دهنية عشان فيهم 3 او اتش، فالواحد زيت فيه 3 حمض دهني، يبقى الاثنين فيهم 6 حمض دهني. الى الفوسفوليبيد الواحد فيه 2 حمض دهني، يبقى الثلاثة فيهم 6 حمض دهني. 6 الى 6 يعني 1 الى 1. دي كلها فنيات مهمة. الليبيدات المشتقة فيها من الامثلة بتاعتها، هي بتشتق بالليبيدات البسيطة والمعقدة بالتحلل المائي زي الاسترويدات. والاسترويدات هي هرمونات دهنية. لو اللي حاطط الامتحان حابب يصعب قوي قوي على الطالب، فالهرمونات الدهنية 3 انواع هكتبهم لك ورزقنا على الله. جت يبقى معاك، ما جاتش يبقى خلاص. هرمونات سكرية ولازم تحفظهم، زي حاجتين، هرمون اسمه الكورتيزون وهرمون اسمه الكورتيكو استيرون. هرمونات معدنية بتتحكم في المعادن في الجسم، زي هرمون اسمه الالدوستيرون. الدوستيرون هرمونات جنسية مسؤولة عن ظهور الصفات الذكرية والأنثوية. هرمونات جنسية ذكرية زي حاجتين، التستوستيرون، التستوستيرون والأندروستيرون، دي ذكرية. هرمونات أنثوية، انت دول خدتهم في إعدادي على فكرة، زي هرمون اسمه الاستروجين وهرمون اسمه البروجستيرون. يبقى كورتيزون، كورتيكوستيرون، الدوستيرون، تستوستيرون، اندروستيرون، استروجين، بروجستيرون. لو شفت اي حاجه من دول في الامتحان فهي هرمونات دهنيه، اي حاجه تانية غير دول هي هرمونات بروتينيه. وكمان من امثلتها حاجه اسمها الكوليسترول. دي الفكرة قبل الأخيرة في الليبيدات. يلا بينا إلى أهمية بقى الحصول على الطاقة. ولا لك دلوقتي تعمل كعزل الحراري خلاص في الدب القطبي، بناء الخلايا زي الأغشية، وبتدخل في 5% في الأغشية، غطاء واقي في النباتات الصحراوية، والهرمونات كالإسترويدات بكشف عنها بالسودان 4 اللي بيتحول لونه إلى اللون الأحمر.
تحول لونه الى الاحمر في الكشف عن الدهون زي الفول السوداني. في فرق بين فول وفول سوداني. الفول لوحده اللي احنا بناكله في الفطار او العشاء ده بروتين. الفول السوداني ده السوداني اللي متحمص في الزيت اللي انت بتشتريه من المقله او من المحمصه. صفار البيت دهون، الشوكولاته دهون، لبن فيه دسم دهون. يعني لو انا حطيت سودان 4 على لبن فيه دسم يتحول لون اللبن للاحمر. لو انا حطيت سودان 4 على لبن منزوع الدسم ما فيهوش دسم ما فيهوش دهون هيظل لون اللبن ابيض. فاضل بس فكره الحصول على الطاقه. حبيبي جسمي عشان يحصل حصول على الطاقه اول حاجه هيدور عليها السكر الاحادي. يبقى ده اسرع حاجه تديك طاقه. لو ما لقاش احادي هيروح يدور على السكر الثنائي. يبقى جسمك يروح يدور على الاحادي فيحوله الى طاقه. ما لقاش احادي يروح للثنائي. يروح للثنائي يقوم محول الثنائي لاحادي ويحول الاحادي الى طاقه. ما لقاش ثنائي يروح يدور على سكر معقد. فحاجتين، يروح يدور على اي حاجه حضرتك واكلها فيها نشا زي رز، مكرونة، خبز، بطاطا، بطاطس، او يروح يدور على حاجة فيها جلايكوجين متخزن في الكبد والعضلات فيحول النشا الى ثنائي والثنائي الى احادي والاحادي الى طاقة، او الجلايكوجين لثنائي والثنائي الى احادي والاحادي الى طاقة. لو ملقاش بقى اي سكر في جسمك خالص يروح للدهون اللي تحت الجلد يقوم يحولها بشكل مباشر الى طاقة. يبقى بص اسمع الجملتين دول واكتبهم عندك. اعلى حاجة تديك طاقة في ابطأ وقت دهون. اسرع حاجة تديك طاقة بس طاقة قليلة السكريات، اشهرها السكر الاحادي. كده بفضل الله كل فنيات الليبيدات خلصت والفصل الاول خلص. ماذا يحدث عند غياب الطبقة الشمعية التي تغطي أوراق نبات الصبار ده صحراوي؟ لو غابت يفقد مية، يحصل نتح، النبات يموت، يتعرض للجفاف، يبقى تؤدي إلى فقد الماء وتصاب بالجفاف. الثعلب الهندي والثعلب القطبي كلاهما من جنس الثعالب، ومع ذلك يمكن لا يمكن لأحدهما أن يعيش في بيئة الآخر، يعني الصحراوي ما يعيش مع القطبي والقطبي ما يعيش مع الصحراوي. في دون ما درست ما سبب عدم قدرة الثعلب الهندي على العيش في القطب الشمالي؟ عشان ما عندوش دهون تحت الجلد تجعله كعازل الحراري عن درجة الحرارة المنخفضة. يبقى بسبب عدم وجود الدهون التي تعمل كعازل الحراري في درجة الحرارة المنخفضة. إذا كان عين يوجد بجسم البطريق ويساعده في الحفاظ على درجته في الأماكن شديدة البرودة، يعني بيفكرني بالدب القطبي، يعني عين ده دهون، يبقى هيتكون من أحماض دهنية زائد جليسرول. يبقى مين سين وصاد؟ أحماض دهنية وجليسرول. جليسرول كحول بي 3 OH. الشكل التالي يوضح جزيئات لمادتين غذائيتين مختلفتين قبل وبعد هضمهم بالإنزيمات، أيا مما هل يمثل نواتج هضم مادة دهنية. والله ده شكله باين عليه اللي هو سداسي، فده كده سكر معقد اتحول لسين الاتنين اهم شبه بعض، يبقى ده ثنائي، كل واحدة لوحدها بقت ده احادي. يبقى اذا سين وصد سكريات، هنا دي تلات حاجات شبه بعض وحاجة ماسكاهم. التلاتة اللي شبه بعض دي احماض دهنية، والحاجة دي الجليسرول. يبقى لام وعين هي المادة الدهنية. لام وعين، لام وعين، لام وعين. بص يا بابا، يعني انا مثلا جبت لك دايرتين مثلث مستطيل، وقلت لك الدايره الواحده اسمها حمض، يبقى دي حمض ودي حمض، اتنين حمض دهني وحاجتين غير بعض، يبقى فوسفات وكلين، يبقى فوسفوليبيدات. حاجه عليها ثلاث دوائر، ثلاث احماض دهنيه ممكن تكون زيوت او دهون، حاجه عليها دايره. ما انا قلت لك الدايره دي اسمها حمض، يبقى دي كده شموع. جيت مثلا قلت لك انا عندي مستطيل مستطيل مستطيل، دايره دايره دايره، بعد السهم بقى مستطيل ماسك في دايره، مستطيل ماسك في دايره، دايره ماسكه في دايره. قلت لك ده ايه وده بي وده دي، مين في دول سكر ثنائي؟ دي مسكت في دي ودي مسكت في دي ودي مسكت في دي، يبقى ايه وبي ودي سكر ثنائي. مين مالتوز؟ الحاجتين اللي شبه بعض الدايرتين دول اللي هي الاجابه دي.
يرجع تحول الزيت من الحالة السائلة إلى الصلبة، من السائل للصلب يعني من غير مشبع إلى مشبع. الرابطة لا، الثلاثي إلى أحادي لا، ما لهاش أي علاقة. ده الثلاثي ده زيوت أو دهون، والأحادي ده شموع. المشبع إلى غير مشبع لا، ده صلب إلى سائل، هو الغير مشبع إلى مشبع. أي العبارات التالية صحيحة بالنسبة للدهون الغير مشبعة؟ يعني يقصد بها الزيوت أكثر شيوعا في الحيوان؟ لا، اللي في الحيوان بيبقى دهون مشبعة. في النباتات زي زيت الذرة، زيت عباد الشمس، زيت الزيتون. صلبة لا، هي سائلة. كحول أحادي لا، هو كحول ثلاثي. أي الممال يعطي نتيجة إيجابية مع كشف سودان 4؟ ده مع الدهون اللي بيتكون من سكر أحادي، ده بندكت. جميع المواد العضوية سكر دهون بروتين لا، كل واحد ليه كاشف. اللي بتتكون من أحماض دهنية هي دي، أحماض أمينية بروتين، ده البيورايت، يبقى جيم. أي من الجزيئات التالية يتنوع تركيبها الكيميائي بدرجة أكبر؟ السكر البسيط كله جلوكوز، الأحماض النووية كلها نيوكليوتيدا، النشويات كلها جلوكوز، ما عدا الليبيدات فيها حاجتين أحماض دهنية وجليسرول، يعني حاجتين غير بعض، فهتكون الإجابة الليبيدات. اللي بعده، الجزيئات العضوية التي تتكون من حمض دهني واحد، الدهون فيها 3 OH يعني 3 حمض دهني، فص الليبيدات فيها 2 حمض دهني، الزيوت فيها 3 OH يبقى 3 حمض دهني، إلا الشموع 1 OH بواحد حمض دهني. وبكده طلابنا الغاليين نكون وصلنا للبروتينات والأحماض النووية والتفاعلات، يبقى مراجعة بفضل الله قوية جدا جدا جدا. وكالعادة التعريف، التركيب، وحدة البناء، التصنيف، الأهمية، الكشف. كلام هيبقى بسيط شوية، هي بس المشكلة في اتحاد 2 حمض أميني، وهنملي مع بعض قوانين جزيئات الماء. التعريف، وكالعادة جزيئات بيولوجية كبيرة بوليمر تتكون من عدة جزيئات أصغر مونيمر كالعادة تسمى الحمض الأميني. الحمض الأميني ده حبيبي اللي كان بيتكون من ذرة كربون وسطية، على اليمين COOH، على الشمال NH2، فوق H وتحت R، كربوكسيل أمين ألكايل. لها وزن جزيئي بيكون عالي، تتكون من وحدات بنائية وهي أحماض أمينية، هي سي فوق اتش تحت ار سي او او اتش ان اتش 2. يدخل في بناء البروتين حضرتك عارف 20 حمض اميني، تتكون من ذرات الكربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين. وحده البناء هي الحمض الاميني، بيتكون من ذره الكربون ومجموعتين اسمهم سي او او اتش وان اتش 2، ومجموعه اسمها مجموعه القايل. التصنيف، بتتكون من بروتينات بسيطة ومرتبطة. بس قبل التصنيف يلا بينا كعادتنا نتكلم عن الأحماض الأمينية والفنيات. قال لك هم 20 حمض أميني. العشرين حمض أميني دول قال لك هقسمهم إلى حاجتين، 19 حمض أميني به R، 19 في R، ما عدا حمض اميني واحد اسمه جلايسين، بدل الار بحط اتش. يعني ال 19 دول سي سي او او اتش ان اتش 2 اتش ار، الا ده سي سي او او اتش اتش ان اتش 2، بدل الار بحط اتش. يبقى هما كم حمض اميني؟ 20. هما كم حمض اميني؟ 20. هما كم حمض اميني؟ 20. 19 في ار، 19 في ار، واحد بس ما فيهوش ار. اسمع الاسئله وانا عارفك هتتسرع وتقولها غلط. عدد الاحماض الامينيه كلها 20، عدد الاحماض الامينيه التي تخلو من الار واحد، التي تحتوي على الار 19، عدد الأحماض الأمينية التي تخلو من الكربوكسيل هتقولي واحد، أنا عارف. لا، الكربوكسيل السي او او اتش عدد الأحماض اللي بتخلو منه مفيش ولا حمض ولا حمض، يبقى عدد اللي فيه سي او او اتش 20،
عدد اللي ما فيهوش سي او اتش صفر، ما فيش حاجه اسمها ما فيهوش سي او اتش. السي او اتش والسي والان اتش 2 عددهم في كل الاحماض الامينيه 20 حمض اميني، عددهم في كل الاحماض الامينيه 20 حمض اميني. فيجي اقول لك مساله عندي 25 حمض اميني، دي مساله هتسال نفسك سؤال، مصر هو ازاي 25 حمض امين؟ انت مش سائل لي 20، انت بتضحك عليا. اقول لك لا، ما ممكن ال 20 دول واحد منهم يبقى متكرر خمس مرات فيبقوا 25. 25 حمض اميني، خمسه منهم جلايسين، يبقى كام واحد هيبقى فيه ار؟ عرف الجلايسين. الجلايسين هو حمض، بشيل ار واحط اتش، هما 25 حمض اميني، خمسه جلايسين، يبقى اشيل 5 ار، لما اشيل 5 ار يتبقى كام في ار؟ 20. طب يا مستر انا ما بعرفش احلها كده، اكتب يا عم القانون. عدد الاحماض الامينيه التي بها ار تساوي عدد الحمض الاميني ناقص الجلايسين. بمعنى انا عندي 30 حمض اميني، 10 منهم جلايسين، عايز اللي فيه ار بس، خد عدد الاحماض نقص منها الجلايسين، يبقى 30 ناقص 10 يساوي 20. ادي دي اول فكره. الفكره الثانيه، بالرغم من ان عدد الاحماض الامينيه 20 حمض، الا ان عدد البروتينات غير محدود. ليه هو غير محدود؟ والله الكتاب قال لي بسبب اختلاف اعداد وترتيب وانواع الاحماض الامينية يؤدي الى اختلاف نوع البروتين. مصر انا كنت ماشي معاك حلو قوي، فجاه تهت منك، قسما بالله ما اسيبك. اوعى اوعى تقول ان انا تهت معايا، عيب. احنا بنأسس طالب كويس قوي لثانيه وثالثه ثانوي، امشي معايا واحده واحده. بص يا بابا، هو المفروض عدد الاحماض الامينيه كام؟ 20. ممكن تلاقي بروتين فيه 50 حمض اميني، 51 حمض اميني، هم 20. ازاي عدد البروتينات غير محدود؟ يعني مثلا جبت لك لحمه فراخ سمك، الثلاثه ربنا خلقهم من بروتين، الثلاثه نفس الطعم؟ لا. نفس الشكل؟ لا. نفس المكان اللي جم منه؟ لا. امال ازاي؟ ماليش فيه؟ مختلفين؟ طب ما ربنا خلقهم من بروتين. يقول لك لا، بص بقى حبيبي، اللغه العربيه فيها كام حرف؟ الله ينور، 28 حرف، واشك اللي انت كنت عارفهم اصلا. المهم ال 28 حرف دول حبيبي يعملوا لي الاف الجمل والاف الكلمات والاف الاسامي، مع انهم 28 حرف. فمثلا واحد بيكلم خطيبته مثلا، بيبعت لها بيقول لها انت املي، فجه وهو بيبعت لها الرساله اتلخبط، فالكيبورد عملها معاه فاتبعتت انت ألمي. الله، دي ليلة بقى، دي ليلة. بص حبيبي، هي أملي كم حرف؟ أربعة. ألمي كم حرف؟ أربعة. بس لما بدلت الميم باللام، باللام من الميم كارثة، غيرت المعنى كله. فنفس الكلام، هما كم حمض أميني؟ 20. لو غيرت في ترتيبهم أو أعدادهم أو أنواعهم يتغير نوع الحمض الأميني. فمثلا بروتين ألف هو عبارة عن A B C D، بروتين ب A C B D. هل ألف زي ب؟ الأول تعالى، 1 2 3 4، 1 2 3 4 نفس العدد. 2 مش كلهم حروف إنجليزي؟ يعني نفس النوع. 3 A B C A C B. أوبا، أقف. ألف يختلف عن ب في الترتيب، غيرت الترتيب يغير نوع البروتين. مسألة كمان جيم، A B C. ألف مختلف عن جيم في إيه؟ واسمع الكلمة، ألف عن جيم غير جيم عن ألف.
واحد اتنين تلاتة اربعة، واحد اتنين تلاتة، الف مختلف عن جيم في زيادة العدد يعني في العدد، او جيم مختلف عن الف في نقص العدد، ما هو جيم تلاتة والف اربعة يبقى جيم ناقص عن الف، او الف زايد عن جيم. فاخد بالك في طريقة وضع السؤال. جيت اقول لك بروتين د ايه سي بي، الف مختلف عن د في ايه؟ ايه بي سي سي بي في الترتيب والعدد. اخر حاجة اهي ايه سي بي دي مربع، ايه بي سي سي بي يبقى الترتيب دي دي مربع اربع حروف خمس حاجات يبقى العدد. وهنا انا كنت ماشي كله انجليزي دخلت رمز يبقى النوع كده. انا خلصت لك كل الافكار اللي موجودة هنا، يلا بينا ارجع. هنا البروتينات البسيطة تتكون من احماض امينية فقط مثل القلب يمين، وده حمض امين بيتكون من احماض امينية فقط. علل البروتينات البسيطة سميت بسيطة لانها تتكون من احماض امينية فقط. البروتينات المرتبطة زي الكروماتين ده بيبقى فيه حمض اميني، بص اي حاجة هنا يبقى فيها حمض اميني زائد حاجة تانية زائد حمض نووي هيطلع لي كروماتين. الكازين حمض اميني، ما هو الحمض الاميني حبيبي فيه سي واتش واو وام، لو حطيت بي هيطلع لي بروتين اللبن. سيروكسين لو حطيت اي هيطلع لي الغده الدرقيه، بروتين الغده الدرقيه. لو هيموجلوبين الدم لو حطيت اف اي هيطلع لي هيموجلوبين الدم اللي موجود في كريات الدم الحمراء. القلب يومين ده موجود في حاجتين، بذور واوراق النبات وبلازما الدم. بلازما الدم دي حبيبي تشمل من الدم 54%. البلازما دي الجزء السائل من الدم، الدم حاجة والبلازما حاجة. الدم ده فيه اربع حاجات، كريات دم حمراء بيضاء صفائح دموية بلازما. البلازما جزء من الدم، فالبروتين اللي في الدم هيموجلوبين، بروتين البلازما البيومين. خد بالك من النقطة دي مهمة. البروتينات بتكون العضلات والعظام، الاوتار والاربطه، الشعر والجلد، الاظافر، الدم والليمف. الليمف ده السائل بينقي الدم، الليمف السائل بينقي الدم، موجوده في الحوافر بتاعه الاحصنه والقرون بتاعه الخرفان. البروتينات كمان بتكون الانزيمات، جميع الانزيمات بروتين، وبتكون بعض الهرمونات لان الهرمونات في منها جزء دوني وجزء بروتيني. بكشف عنها بكشف البيوريد، بيتحول لونه من ازرق الى بنفسجي. الملحوظة الاخيرة بقى اللي انا عايز اقولها معاك، قوانين الماء دي هدية مننا ليك، يلا بينا. بسم الله. واحد عدد جزيئات الماء بيساوي، حبيبي اللي قبل السهم ده هو المجهول يعني اللي انا عايز اجيبه، بيساوي عدد السكر الاحادي ناقص واحد. اللي بعد السهم ده هو المعلوم في السؤال. اتنين عدد السكر الاحادي، خلاص بقى اي حاجة قبل يساوي مجهولة، بتساوي عدد جزيئات الماء، المرة دي بقى عكس القانون، زائد واحد. تلاتة عدد جزيئات الماء، اي حاجة قبل السهم مجهول، تساوي عدد المونيمر ناقص واحد. اربعة عدد جزيئات الماء يساوي عدد المونيمر زائد واحد. خمسة عدد جزيئات الماء يساوي نفس عدد السكر الثنائي. ستة عدد جزيئات الماء بيساوي عدد الأحماض الأمينية
ناقص واحد سبعة عدد جزيئات. او المرة دي بقى هنقول عدد الروابط البيبتيدية برضو بتساوي عدد الأحماض الأمينية ناقص واحد اللي قبل يساوي دايما مجهول. تمانية عدد الأحماض الأمينية يساوي عدد جزيئات الماء زائد واحد أو عدد الروابط البيبتيدية زائد واحد. فمثلا جاب لك هنا قال لك إذا علمت إن أنا عندي 20 سكر أحادي عايز عدد المية، اطرح واحد يطلع 19 مية. طب قال لك عندي 19 مية عايز السكر الأحادي، زود واحد يطلع 20 سكر. قال لك عندي 20 مونيمر عايز عدد المية، نقص واحد يطلع 19 مية. عندي 19 مية وعايز عدد المونيمر، زود واحد يطلع 20 مونيمر. عندي 5 مية عايز عدد الثنائي، يساوي 5 ثنائي. عندي 20 حمض أميني عايز عدد المية، ناقص واحد 19. عندي 20 حمض أميني عايز عدد الروابط، نقص واحد يطلع برضو 19. عندي 20 مية زود واحد يطلع الأحماض، 20 ربطة زود واحد يطلع برضو الأحماض. أنت أمام قوانين الماء. اللي بعده الروابط. الروابط اللي موجودة عند السكر تسمى جلايكوزيدية. الروابط اللي في الدهون تسمى استيرية. الروابط اللي بين الحمض الأميني والحمض الآخر بيبتيدية. الروابط في الحمض الأميني نفسه تساوي تساهمية. الروابط التي تعطي أي جزيء شكله المميز تساوي هيدروجينية. الروابط اللي هناخدها في النيوكليوتيدة تساهمية، فخد بالك من النقطة دي. اللي هتبقى بقى ما بين كل الروابط اللي في النيوكليوتيدة التساهمية، اللي ما بين القواعد والتانية بسميها هيدروجينية. حلوة قوي، يلا بينا آخر حاجة في الفنيات. لو أنا عايز أجمع حمض أميني والتاني، أدي ده سي سي او او اتش ار اتش ان اتش اتش سي سي او او اتش ان اتش اتش ار اتش. نقول مثلا ده سين وده صاد. علماء الاحياء قالوا لنا عشان نجمع اي معادلتين لازم اللي هنا ما يبقاش قد اللي هنا او اللي هنا ما يبقاش قد اللي هنا. بمعنى تعالى للكربون. الكربون دايما يا حبيبي بحطه في النص، بيكون التكافؤ بتاعه بيكون رباعي سي 6 2 4. فهنا الكربون قدامه رابطه، فوقيه رابطه، جنبه رابطه، تحتيه رابطه، ادي 4. هنا الكربون فوقيه رابطه، جنبه رابطه، جنبه رابطه، تحتيه رابطه، ادي 4. هنا 4 وهنا 4، يبقى مستحيل المعادله تتم. الاتش، الاتش ايه؟ عندها رابطه، مفيش يمين ولا شمال ولا فوق. الاتش ولا يمين ولا شمال ولا فوق، بس تحتها رابطه. يبقى الاتش بتساوي واحد، يبقى مستحيل المعادله تتم. الاتش اللي هنا هي اللي هنا. الار ولا يمين ولا شمال ولا تحت بس فوق رابطه. الار ولا يمين ولا شمال بس فوق فيه، تحت مفيش.
الار بتساوي واحد، يبقى مستحيل المعادله تتم. الاو ولا يمين ولا فوق ولا تحت، بس شمال اتنين. الاو ولا فوق ولا يمين ولا تحت، بس شمال اتنين. يبقى الاو هنا اتنين وهنا اتنين، يبقى مستحيل المعادله تتم. فاضل مين؟ الاو اتش ولا فوق ولا يمين ولا تحت، بس شمال واحده. الاو اتش ولا فوق ولا تحت ولا يمين، بس شمال واحده. انا عايز حاجه هنا مش موجوده هنا، او حاجه هنا مش موجوده هنا. لحد دلوقتي تعادل. فاضل الام، فاضل الام. للاسف لو زي بعض يبقى مش هينفع. فيلا بينا الام. الام اهي فوق مفيش، تحت مفيش، بس وراها في، قدامها اتنين، يبقى الان تلاتة. هنا فوق مفيش، تحت مفيش، بس وراها واحدة وقدامها اتنين، يبقى انا كده مليت المعادلة كلها. يبقى اللي هنا قد اللي هنا، يبقى مستحيل المعادلة دي تتم. قال لك خلاص شيل من هنا حاجة تبقى هنا، وشيل من هنا حاجة تبقى هنا، بحيث المعادلة تتم. فقال لك المعادلة دي هتحصل عن طريق نزع جزيء ماء اتش او اتش. قال لك بص هتيجي عند الاو اتش دي اللي في الحمض الاميني السين، وتقوم ساحبها من السي او اتش، ادي الاو اتش اهي، وتيجي عند الام اتش 2 دي وتقوم ساحب الاتش بتاعتها، ادي الاتش اهي، اسحبها خالص. بص كده لما سحبتها، يا سلام يا جدعان، يا سلام بجد بجد. بص لما سحبتها هنا في او اتش، هنا مش في، هنا مفيش اتش، هنا في، ما بقوش قد بعض. اذا هحط ما بينهم رابطه اسمها رابطه ببتيديه. قبل ما احط الرابطه، ده اسمه حمض اميني وده اسمه حمض اميني، الاثنين على بعض اسمهم ثنائي البيبتايد. يبقى احادي واحادي سكر ثنائي، اكتر من اتنين سكر مؤقت. حمض اميني وحمض اميني ثنائي البيبتايد، اكتر من اتنين حمض اميني عديدات البيبتايد، عديد البيبتايد. في اي مشكله كده حبيبي؟ قال لك لا. الاسئله: الشكل المقابل يوضح احدى الانسجه الهامه في الجسم، ده الدم. دي كده كريات دم بيضاء، دي كده صفائح دمويه، دي كده حمراء، دي كده البلازما. اي حته فاضيه في الدم اسمها البلازما. البلازما حضرتك عارف اللي هو فيها الالبيومين، والحمراء فيها الهيموجلوبين. يبقى واحد هيموجلوبين، اتنين البيومين، هو عايز واحد واتنين على الترتيب، يعني هيموجلوبين البيومين. دي صح بس مش على الترتيب. سيروكسين لا، سيروكسين كروماتين لا، يبقى هيموجلوبين البيومين. اللي وراه: ما العلاقه بين عنصر اليود وهرمون السيروكسين؟ حبيبي اليود ده موجود في هرمون السيروكسين، فكلما زاد اليود زاد السيروكسين، يبقى العلاقه علاقه طرديه، عشان لو زاد اليود يزيد السيروكسين، وده هرمون الغده الدرقيه. يجي يقول لك ماذا صديق لك يعاني من انيميا، ماذا تنصحه؟ انيميا يعني نقص هيموجلوبين، انصحه بتناول اطعمه بها عنصر حديد. صديق لك يعاني من مرض في الغده الدرقيه، بما تنصحه؟ انصحه بتناول اطعمه فيها عنصر اليود زي المأكولات البحريه. السكان اللي بيعيشوا بعيد عن البحار، بعيد عن ريحة اليود اللي بتبقى من السمك، دول ممكن يكونوا معرضين اكتر اللي هو يكون عندهم مشاكل في الغدة الدرقية. مع عدد مجموعات الكربوكسيل الحرة، بص بقى بابا، اول ما تسمع كلمة حرة، كلمة حرة 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 حرة، دايما عدد الكربوكسيل الحر يساوي عدد الامين الحر، دايما يساوي واحد، حتى لو تريليون حمض اميني دايما يساوي واحد. احسب عدد الروابط الببتيديه في سلسله عديد ببتيد تتكون من 20 حمض اميني. ارجع للقانون، لو مديك الحمض الاميني اطرح منه واحد تجيب الروابط او تجيب الميه، يبقى 19. لتكوين سلسله عديد ببتيد من ثلاث احماض امينيه، بص بيقول لك ايه، مختلفه، مرتبطين معا عدة مرات عديدة وبترتيبات متنوعة، فإن أقصى عدد لأنواع السلاسل هو ثلاثة مختلف، يعني مثلا A B C ممكن يبقى A C B تبديل وتوافيق، ممكن يبقى B A C أو B C A، ممكن يبقى C A B أو C B A.
يعني ما انا صح 2 اس 3. فهنا لو انت اخدت الشكل ده ادي 1 2 ادي 3 4 ادي 5 6 يبقى 6 سلاسل. تظهر الاشكال التالية اختبارين تم اجراؤهم على المحلول اكس. ما هي العناصر الغذائية الموجودة في هذا المحلول؟ اكس كان كشف البيورايت اتحول الى بنفسجي يبقى بروتين، ده اختبار 2. كشف فينديكت اتحول لبرتقالي يبقى سكر، هو ده اختبار 1 و2 يبقى سكر وبروتين. النشا ده معقد، انا عايز احادي جلوكوز وبروتين، هي دي الاجابه. النشا لا، عشان النشا ده اليود. لتكوين سلسله عديد ببتايد من 3 احماض امينيه المره دي متشابهه مهما كان عدد التشابه، يعني مثلا ايه هم كلهم متشابهين هتبقى ايه طالما كله متشابه يبقى سلسله واحده بس. الاحماض النوويه، وده بقى درس سهل جدا، اللي هو الدي ان ايه، الار ان ايه، هي جزيئات بيولوجيه كبيره الحجم بوليمر، تتكون من جزيئات صغيره الحجم مونيمر تسمى النيوكليوتيدات. التركيب تتكون من وحدات تسمى النيوكليوتيدات بترتبط مع بعضها بروابط تساهميه لتكوين سلسله عديد الببتايد كلها تساهميه ما عدا اللي ما بين القاعده النيتروجينيه والاخرى بسميها هيدروجينيه. العناصر يدخل في تركيبها كربون هيدروجين اكسجين فوسفور نيتروجين. النيوكليوتيده بتتكون من سكر خماسي في 5 ذرات كربون، مجموعه فوسفات ترتبط بذره الكربون 5 برابطه تساهميه، قاعده نيتروجينيه بذره الكربون رقم 1 برابطه تساهميه. ده الدي ان ايه وده الار ان ايه، مش ده الصعب او مش ده المهم، المهم الفنيات. يلا بينا نتوكل على الله، اخر جزء في فنيات. يلا بينا. النيوكليوتيدا حبيبي هي، خلينا في النيوكليوتيدا العادية، او سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 اقفل سي 5. لحد هنا انا برسم رسمة السكر الخماسي الشوجر، بي او 4 ماسك في ذرة الكربون رقم 5، سي 1 ده ماسك في قاعدة نيتروجينية، الفوسفات ماسك في النيوكليوتيدا دي، النيوكليوتيدا دي بذرة الكربون رقم 5. طب لو جيت هنا عملت او سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 اقفل سي 5 بي او 4، هنا النيوكليوتيدا دي هتمسك بدي بكده. يبقى بص، البي او 4 اللي قبلها اسمها يسبقها، اللي بعدها اسمها يليها. البي او 4 بتتصل بالنيوكليوتيدا التي تسبقها بالسي 3 والتي تليها بالسي 5. تاني، البي او 4 دايما ماسكه في السي 5 دي في النيوكليوتيدا الواحده بس، التي لان لو في نيوكليوتيدا قبل دي فالبي او 4 هتمسك في سي 5 وهتمسك في سي 3 للي قبليها. يبقى دايما البي او 4 ماسكه في السي 3 اللي قبليها والسي 5 اللي بعديها. دي اول ملحوظه. افرض جاب لك الرسمه دي في الامتحان مقلوبه، اقلب الورقه عشان تعرف تحدد الارقام. صعب الكلام ده؟ تمام. القواعد النيتروجينيه بقى، لو انا عايز مقارنه ما بين الدي ان ايه والار ان ايه من حيث نوع السكر، نوع السكر، الدي ان ايه اسمه سكر ديوكسي رايبوز، ديوكسي يعني منزوع ذرة اكسجين، يعني سي 5 اتش 10 او 4 هنا ريبوز يعني سي 5 اتش 10 او 5. تيجي ازاي في الامتحان؟ بص سؤالها، يجي يقول لك او سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 اقفل سي 5، او سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 اقفل سي 5. يجي يعمل ايه؟ يقول لك هنا او اتش 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 او اتش، هنا اتش او اتش اتش اتش. مين دي ان ايه ومين ار ان ايه؟ حبيبي الدي ان ايه منقوص ذره اكسجين، هنا او اتش قصادها اتش، اي او اتش قصادها اتش، او اي اتش قصادها او اتش، او اتش 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 او اتش. في هنا او ناقصه؟ لا، 2 او
واتنين اتش هنا اتش واتش اتش اتش في او ناقصة يبقى دي دي ان ايه ودي ار ان ايه ده ممكن يجي بيها او عن طريق حاجة اسمها القاعدة النيتروجينية الدي ان ايه في قاعدة اسمها ايه ادينين جي جوانين سي سيتوزين هنا برضو فيها ايه ادينين جي جوانين سي سيتوزين وصدقني دول غير دول خالص ليه القاعدة دي السكر بتاعها دي اوكسي ريبوز دي السكر بتاعها ريبوز دي منقوصة اكسجين دي غير منقوصة دي موجودة في شريط مزوج دي مفرد ده بيكون شكله وهنا ده بيكون شكله فخد بالك من النقطة دي بالله عليك هنا بقى في قاعدة غيرها هنا في قاعدة اسمها يو يوراسيل وهنا في قاعدة اسمها تي ثايمين فمثلا بص بقى يلعب عليك ازاي يقول لك او سي واحد سي اتنين سي تلاتة سي اربعة اقفل سي خمسة او سي واحد سي اتنين سي تلاتة سي اربعة اقفل سي خمسة بص بقى اللعبة يقوم جاي هنا وهنا يقوم حاطط لك هنا يو وهنا تي مين دي ان ايه ومين ار ان ايه بسيطة وسهلة والله اللي فيه تي دي ان ايه اللي فيه يو ار ان ايه طب يجي يشيل دي ويشيل دي ويقوم حاطط لك هنا كده ايه فوالله حضرتك عارف ان الايه دي هي موجودة في هنا وهنا فيجي هنا يقول لك او اتش 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 هنا اتحددت او اتش قصادها اتش اتش لازم يبقى قصادها او اتش ما لقيتش الاو اتشالت يبقى ده كده دي ان ايه طب هنا لو حط لك الايه بس اتش او اتش او اتش اتش لقيت الاو هنا وهنا يبقى ده كده ار ان ايه الدي ان ايه هو المسؤول عن حمل الصفات الوراثيه واظهارها الار ان ايه يعني بص انا هنا عندي اهو الدي ان ايه بيبقى مكانه النواه الار ان ايه مكانه النواه والسيتوبلازم ازاي الدي ان ايه هو اللي شايل صفاتك الوراثيه كلها الار ان ايه بس هو يدخل عبر ثقوب الغشاء النووي يعمل للدي ان ايه ده نسخ ينسخ كل الصفات فدخل النواه ويطلع بره تاني للسيتوبلازم يعمل لها ترجمه يبقى بص انا لو عندي دي ان ايه بعمل له عمليه نسخ من الار ان ايه وبعد كده بعمل له ترجمه الى البروتين يبقى دي ان ايه الار ان ايه ينسخه ويطلع بروتين دي كده حبيبي كل افكار الدي ان ايه ده هيعتبر دي ان ايه وده ار ان ايه متشابهين في الفوسفات كلاهما احماض نوويه متشابهين الاثنين بيبقوا في 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 حفظ الصفات الوراثيه الاثنين فيهم فوسفات يبقى الاثنين وحده كمان بناهم النيوكليوتيدا الاثنين فيهم فوسفات الاثنين فيهم روابط تساوميه وهكذا الشكل المقابل يوضح نيوكليوتيدة احدى الاحماض النوويه طالما فيها تي يبقى سي خمسة اتش عشرة او اربعة دي ان ايه هنا او اربعة تمام لو فيها يو يبقى دي سكر ثنائي ده وحادي يبقى الاجابة بها يوجد عنصر النيتروجين في كل من البروتينات والاحماض النووية لا 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 استنى ده في فنية مهمة اوي 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 باذن الله تميزك الحمد لله اللي السؤال ده جه عشان اقول لك الفنية دي مهمة 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 عزيزي الطالب حبيبي المهم حبيبي الدكتور ابن الدكتور بص يا بابا لو جه في الامتحان جلوكوز جالاكتوز فركتوز ريبوز مالتوز سكروز
لاكتوز، دهون، زيوت، شموع. لو جت اي حاجة من دي في الامتحان ففيها سي و اتش و او. تمام. بص بقى، لو جالك فوسفو ليبيدات ففيها سي و اتش و او و ان و بي، عد معايا. لو جالك الالبيومين اللي هو البروتين بسيط في سي و اتش و او و ان. لو هيموجلوبين ففي سي و اتش و او و ان و اف اي. لو في السيروكسين فهو في سي و اتش و او و ان و اي. لو في كازين فهو في سي و اتش و او و ان و بي، العناصر والله جايه في الامتحانات. لو في كروماتين اللي هو بيتحول لكروموسوم، هتعرفه ان شاء الله في الباب الثاني، في سي و اتش و او و ان و بي. اخر حاجه الدي ان ايه، الار ان ايه، الاثنين فيهم سي و اتش و او و ان و بي، سي و اتش و او و ان و بي. يبقى بص كده، ده في سي و اتش و او و ان و بي، ده سي و اتش و او و ان و بي، ده سي و اتش و او و ان و بي، ده سي و اتش و او و ان و بي، وده سي و اتش و او و ان و بي، كلهم فيهم نفس العناصر. سكرينك، اوعى سكرينك بسرعه. يلا بينا حبيبي. AMB ADB ATB فوسفوليبيد DNA RNA. ده في واحد فوسفات، اتنين فوسفات، تلاتة فوسفات، واحد فوسفات، واحد فوسفات، واحد فوسفات. دي اعداد او عدد مرات اللي جه فيها الفوسفات في المنهج كله. يلا بينا. يبقى يوجد عنصر النيتروجين في البروتينات عشان البروتين فيه مجموعه اسمها مجموعه الامين قاعديه، كربوكسيل حامديه، كربوكسيل اخره سي او او اتش حامدي، اي حاجه اخرها او اتش بس قاعدي. البروتينات كان فيها ان اتش 2 ودي كان فيها ان، احماض النوويه كان فيها قاعده نيتروجينيه ودي كمان فيها ان. يبقى في البروتين فيها احماض امينيه الامين ان اتش 2 وقاعده نيتروجينيه ادينين جوانين سيتوزين يوراسيل وكمان ثايمين. عندنا جزء بقى اللي هو اسمه الايد، انواع الايد، طاقه تنشيط الانزيمات. الايد هو التمثيل الغذائي. خلاص بقى اكلنا سكر، اكلنا دهون، اكلنا بروتين، عايز اعرف ازاي الجسم بيستفيد منها. قال لك الايضه هي مجموعه من التفاعلات البيوكيميائيه، بايو يعني بيولوجي يعني اجسام الكائنات الحيه، كيميائيه يعني تفاعلات مستمره التي تحدث داخل الكائن الحي، يعني لازم يبقى كائن حي، وتشمل عمليتي الهدم والبناء. لو وقفت يبقى الكائن الحي ميت. يعني ايه؟ حضرتك بتعمل للاكل هضم، بعد ما بتعمل له هضم جسمك يستفيد منه، بتعمل له امتصاص، بعد كده بتعمل تمثيل غذائي. لو انت جسمك محتاج طاقة بتاخد الحاجة تهدمها تكسرها، لو محتاج اللي هو ينمو تعمل لها بناء. فالايض نوعين، هدم فايدته خروج الاي تي بي، واكبر هدم طبعا زي هدم السكر او الدهون عشان اطلع الاي تي بي اللي فيها او البروتين. يبقى تكسير الروابط الكيميائية بين ذرات الجزيئات الكبيرة لاستخلاص الطاقة، يبقى عملية الهدم تنتج طاقة المختزنة بها، لكن البناء عملية الحصول على جزيئات كبيرة من صغيرة، زي حول الجلوكوز إلى جلايكوجين، جلوكوز إلى نشا، جلوكوز إلى سيلولوز، أحول الأحماض الأمينية إلى بروتين، عملية البناء الضوئي، وده يستهلك مني طاقة. يبقى أي حاجة أنا أكلت أكل، الأكل اتهضم هيحصل له امتصاص، امتصيته يحصل أيض، وهو بناء أو هدم. الأيض نوعين، هدم وبناء، يبقى هدم وبناء. طيب حلو أوي. المفروض أنا عندي جزء اسمه طاقة التنشيط. مصر يعني إيه طاقة التنشيط؟ قالك أي تفاعل في الدنيا حبيبي عشان يتم محتاج له طاقة. الطاقة دي لو أنا خدتها من جسمي كل طاقتي تخلص، فأنا عندي حاجة اسمها طاقة التنشيط، هي الطاقة اللازمة لبدء التفاعل. أي حاجة عشان تبدأ لازم لها طاقة.
طب لو انا عملت اي تفاعل واستهلكت كل طاقتي، ما انا كده هيحصل خلل، ما انا لازم ارشد الطاقة اللي في جسمي. استهلكت كل المية اللي في البيت، خلصت المية، فلازم ارشد المية، ارشد استهلاك الطاقة. فيقول لك اي تفاعل لو انا ما عنديش انزيمات، الانزيمات دي هي مواد بروتينية بتقلل طاقة التنشيط، لو انا ما عنديش انزيمات في طاقة التنشيط هتبقى عالية قوي. لو انا عندي الانزيمات نفس التفاعل هيتم بس في وقت اقل. يبقى لو ده الف وده ب، فبه طاق التفاعل هيتم بس هياخد طاقة كتير. طب ما نفس التفاعل ممكن يتم بس ياخد طاقة قليلة بس في وجود حاجة اسمها الانزيمات. يبقى دي عوامل مساعدة حيوية تتكون من جزيئات بروتينية، يبقى الانزيمات كلها بروتين، تعمل على زيادة سرعة التفاعل وتقلل طاقة التنشيط. زي العوامل الحفازة بتزود سرعة التفاعل ولا تتأثر به، بتزود سرعة التفاعل ولا تتأثر به. العوامل التي تؤثر على سرعة الانزيم، يعني ايه؟ انا عرفت ان الانزيم هنا هيقلل طاقة التنشيط ويزود سرعة التفاعل، ايه اللي بيأثر عليه؟ درجة الحرارة، يعني لازم تكون درجة حرارتك 37. لو درجة الحرارة قلت عن 37 الانزيم يقف، بس لو رجعت تاني الانزيم يشتغل. لو درجة الحرارة زادت عن 37 الانزيم يقف بس ما يرجعش تاني يشتغل. ليه؟ بسبب تغيرات في طبيعة الانزيم. الانزيم بقول عليه تخثر، يعني الانزيم باظ. يبقى تاني لو الانزيم قل عن 37 يقف عمله، لو رجع تاني يرجع للعمل. لو زاد عن 37 يقف عمله، لو رجع تاني ما يشتغلش. البي اتش، الانزيمات بتتأثر بالبي اتش. الانزيمات عندك انزيم يا اما يشتغل في وسط قاعدي، يا اما وسط حامضي، يا اما وسط متعادل. فالبي اتش من 1 لـ6 حامضي، 7 متعادل، من 8 لـ14 قاعدي. قل عن 7 حامضي. طب لو انا حطيته في وسط 8 ما يشتغلش. طب حد شغال في وسط قاعدي حطيته في حامضي ما يشتغلش. الحامضي حامضي، القاعدي قاعدي، المتعادل متعادل. تركيز الانزيم. مثلا انا عندي مادة تفاعل تركيزها 100، فالانزيم هيزيد. طب لو مادة التفاعل دي خلصت الانزيم هيثبت. يبقى الانزيم ليه تركيز، تركيز المادة الهدف، المادة اللي انا عايز اهضمها، لو كتير الانزيم هيزيد. ووجود حاجة اسمها المثبطات، العوامل اللي بتوقف الانزيم. يلا بينا. الشكل البياني يوضح تأثير البي اتش على نشاط انزيمين سين وصاد تم استخراجهم من القناة الهضمية لهضم مادة غذائية في درجة حرارة 37. بص الانزيم ده تطلع تطلع تطلع، ده ليه درجة بي اتش مثلى، هي الدرجة اللي بيعمل عندها الانزيم بأعلى كفاءة. هتنزل هتلاقيه 2.5، يبقى ده حامضي. ده أعلى حاجة ليه، هتنزل هتلاقيه 8، يبقى ده قاعدي. يبقى سين وسط حامضي، صاد قاعدي. يبقى لأن كل انزيم له درجة حرارة مثلى وبي اتش كمان مثلى، هو عايز يعرف ايه السبب اللي انا درسته عند 37 بيعمل عندها الانزيم، وبي اتش مثلى برضه بيعمل عندها الانزيم. الشكل البياني يوضح تأثير البي اتش على، او تأثير درجة الحرارة على انزيم ما. ما حدث عند النقطة اكس، نشاط الانزيم بدأ يزيد 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 يزيد، وكل ده الحرارة بتزيد، نشاط الانزيم قل فجأة، وانا عارف ان الانزيم لو زاد عن 37 بيقف، لو رجعته تاني للحرارة بتاعته ما يشتغلش. يبقى هنا تغير طبيعة الانزيم وتوقف نشاطه. تم استهلاك الانزيم حبيبي، الانزيم كمية ثابتة لا تتغير. تم استهلاك مادة التفاعل، لا هو الانزيم كان شغاله مرة واحدة وقف بسبب الحرارة مش بسبب مادة التفاعل. ظهور احدى المثبطات، هنا مفيش اي مثبط، هنا انا بتكلم على الحرارة. الشكل التالي يوضح عمل الانزيم، ماذا يمثل كل من واي واكس ودبليو. هنا حبيبي ده دخل في ده، ده طلع زي ما هو، وطلع اللي ده طلع 2. فبص حبيبي، لو انا عندي مادة هدف او مادة تفاعل زائد انزيم، بعد السهم الانزيم يطلع زي ما هو، بس المادة دي تحولت الى نواتج.
يعني كربوهيدرات سكر احادي لبيدات احماض دهنيه بروتينات احماض امينيه. يبقى اللي قبل السهم مادة التفاعل، اللي بعد السهم نواتج. يبقى اللي طلع زي ما هو ده يبقى ده الانزيم، يبقى الانزيم هو اكس. اللي طلع حاجتين اللي هو النواتج اللي هو واي. المادة الهدف اللي انا اشتغلت عليها دبليو، يبقى الاجابة الجيم. ما مدى صحة العبارة مع التفسير؟ تحدث عمليات التمثيل الغذائي في خلايا الجهاز العظمي فقط. حبيبي التمثيل الغذائي اللي هو الايض، البناء والهدم، ممكن يحصل في الكبد، في العضلات، في اي حاجه في جسم يحصل تمثيل غذائي عشان جسم كله ينمو. هو بيحصل في الجسم كله. الشكل البياني يوضح العلاقه بين انزيمين ا و ب ودرجه بي اتش. استنتج درجه البي اتش وقوتها التي يعمل عندها ا و ب. هنا اهو تقريبا عند 2.5، هنا اهو تقريبا عند 8. يبقى ده حامضي وده قاعدي، يبقى 8 و3 بس، يعني ها في الوسط الحامضي، يعني حامضي قوي، لان انا عندي من 1 لـ6 كل ما بنزل لتحت يزداد قوة الحمض. 7 متعادل من 8 لـ14، وانا ماشي كده بيزيد قوة القاعدي. الشكل المقابل يوضح تأثير درجة الحرارة على نشاط الانزيم الف في نوع من البكتيريا، والذي يحفز تكوين مادة سامة للانسان. ماذا يحدث عند تناول شخص ما غذاء يحتوي على هذه البكتيريا؟ يعني ايه؟ بيقول لك ان في حراره بتاثر على نشاط الانزيم ده في نوع من البكتيريا وبتحفز تكوين ماده سامه. الانزيم ده عشان يشتغل، انا شايف اللي هو بيشتغل عند درجه حراره 80. هل الانسان هيتاثر؟ لا. ليه؟ الانسان درجه حرارته 37، فلو كل اكل فيه البكتيريا دي، البكتيريا دي عشان تشتغل محتاجة درجة حرارة 80، فمش هتأثر على الإنسان لأن الإنسان 37. يبقى أعلى نشاط 80 والإنسان 37، فلا تعمل الإنزيمات. قارن بين ما يحدث للعضلات أثناء التمارين وبعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات. أثناء التمارين العضلات بتعمل أكسدة عشان تطلع طاقة. طب بعد ما اكل وجبة غنية بالكربوهيدرات يعني فيها سكر زيادة، هتعمل بناء جلايكوجين. يبقى الايض عباره عن نوعين، هدم وبناء. في الهدم بحصل على الطاقه اثناء التمارين، في البناء لما اكل سكر غني هيتخزن في صوره جلايكوجين. ايا من الخطوط الموضعه بالشكل البياني المقابل يعبر عن تفاعل انزيم داخل المعده. المعده الوسط بتاعها حامضي. اذا انخفض تركيز الاس الهيدروجين للمعده من 4 لـ2، المعده بتشتغل في وسط من 1.5 إلى 2.5، يعني 2 ده اقوى وسط. فهو في الزمن السرعة كانت هنا 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 هنا. بيقول لك ايه اللي يحصل لو انخفض تركيز الأس الهيدروجيني من 4 لـ2؟ هل سرعة التفاعل هتزيد ولا هتثبت ولا هتقل ولا تقل خالص؟ طب يا حبيبي البي اتش في المعدة بيبقى من 1.5 لـ2.5، لو انا نزلته من 4 لـ2 فالبي اتش هيزيد، يبقى الانزيم هيزيد، يبقى التفاعل نفسه سرعته هتزيد، فهيبقى عند القيمه دبليو. من الشكل البياني المقابل الذي يوضح العلاقه بين معدل نشاط انزيم السكريز وتركيز سكر السكروز. دي ماده التفاعل، اي مما ياتي السبب في ثبات نشاط الانزيم. معدل التفاعل زاد 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 مع تركيز سكر السكروز لحد ما ثبت. هو هنا نقص، قل مره واحده، لا يبقى مش حراره وبي اتش، ده هنا زاد 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 بعد كده ثبت. طب هو لما بيزيد هو بيهدم ماده التفاعل، طب ثبت، يبقى كل ماده التفاعل خلصت، يبقى تثبيط نشاطه لا، استهلاك كل ماده التفاعل خلصت. الانزيم يحد من معدل التفاعل؟ لا طبعا. التفاعل يحد من معدل الانزيم؟ برضه ملوش علاقه بالرسمه، يبقى استهلاك كل ماده التفاعل. ده الانزيم اصلا هو اللي بيزود التفاعل. تم اجراء تجربه لمعرفه تاثير البي اتش على الانزيم، وظهرت النتائج كما موضح بالشكل. زاد وصل للقمه قل. ما الذي يمثله كلا من اكس وواي في الجدول؟ بي اتش سرعه، بي اتش زمن، سرعه بي اتش زمن بي اتش. الزمن ملوش علاقه بالبي اتش، التفاعل هو اللي ليه علاقه بالبي اتش.
تفاعل بيتأثر بالبي اتش، فمين بيأثر في مين؟ السرعة بتأثر في البي اتش؟ لا، البي اتش هو اللي بيأثر في السرعة. فالبي اتش لو حامضي والتفاعل ده بيشتغل في وسط حامضي السرعة هتزيد، لو البي اتش قاعدي والتفاعل بيشتغل في وسط قاعدي السرعة هتزيد. يبقى هنا البي اتش هو اللي بيأثر في السرعة، يبقى العلاقة ألف. من الشكل البياني المقابل الذي يمثل العلاقة بين نشاط ثلاث انزيمات س و ص و ع ودرجة البي اتش، نستنتج أن ع ده حامضي، ص ده متعادل معذرة، س ده قاعدي. فهنا كل انزيم يعمل بكفاءة في درجة بي اتش تختلف عن الآخر. كل انزيم اشتغل في درجة مختلفة عن التاني، كل الانزيمات تعمل في مدى حراري ضيق. طب انا هنا انا بتكلم عن بي اتش، ايه اللي جاب الحرارة؟ الانزيمات الثلاثة تعمل بكفاءة في وسط حامضي؟ لا، اللي بكفاءة بس عين. الانزيمات الثلاثة تعمل بكفاءة في وسط قلوي؟ اللي بيعمل بكفاءة بس سين. يبقى هنا الاجابة الف. في احدى التجارب المعملية لدراسة تأثير درجة الحرارة على احدى انزيمات الجسم، قام احدى الطلاب باضافة الانزيم على مادة التفاعل، حلو، ووفر الظروف الملائمة لعمل الانزيم، ثم قام بتمثيل النتائج التي حصل عليها بالشكل البياني. اي الاشكال البيانية التالية ينتج اذا قام الطالب برفع درجة الحرارة 60 بسرعة فجائية؟ يعني مرة واحدة رفعها، قلت لك لو الحرارة زادت عن 37 تتوقف، ولو رجعتها ما تشتغلش، فبسرعة فجائية هوب الانزيم ينزل في ساعتها. يبقى يزيد ويثبت؟ لا، يطلع لأعلى قمة وينزل؟ لا، يطلع ويثبت؟ لا، ده كده طبيعي كده طبيعي. يبقى مرة واحدة يبقى طالع وينزل مرة واحدة، لأن أنا رفعت الحرارة مرة واحدة بوظت الإنزيم، شوهت الإنزيم. اللي بعده، الشكل البياني المقابل يوضح نشاط إنزيم معين وتركيزه في الوسط. عند زيادة تركيز مادة التفاعل من المتوقع أن يكون أعلى نشاط للإنزيم. هو أعلى نشاط هنا 2/10. انا لو زودت مادة التفاعل هيفضل الانزيم يزيد معايا، اللي هو اعلى تفاعل 4/10. خلال احدى التجارب تم اضافة مادة التفاعل اس في دورك يحتوي على كميات متساوية من الانزيمات A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7، ويوضح المخطط التالي مسار هذا التفاعل بعد مرور 15 دقيقة. اذا تم اضافة مادة مثبطة لA3، لو انا ضفت مادة الاي 3 وترك التفاعل حتى نهايته، اي من النتائج التالية تتوقع حدوثها؟ واحدة واحدة. لو انا ضفت مادة توقف اي 3، اي 1 حول اس لتي، اي 2 حول تي ليو، اي 3 حول ليو لفي وحول ليو لواي، اي 4 حول في لدبليو، اي 5 حول دبليو اكس، اي 6 حول واي لزد، او اي 6 حول اليو هي الواي والواي حولت لزد. لو انا ضفت مادة الاي 3 في يقف ودبليو يقف واكس يقف، لان اي 3 حولت في الدبليو. طب لو اي 3 مش موجودة خلاص، فاليو مش هتتحول لفي ولا الفي لدبليو ولا الدبليو للاكس، لكن اليو هتتحول لواي عادي عشان اي 6 شغالة، والواي تتحول لزد عادي عشان اي 7 شغاله. يبقى نقص انتاج معدل يو اللي كونها اي 2. لا، زياده زد، زد هتشتغل، لا يتاثر واي، لا واي شغال عادي جدا. زياده معدل انتاج في، زياده انتاج في، لا نقص في، يبقى زياده معدل انتاج زد. من الشكل البياني المقابل الذي يوضح النشاط الانزيمي لانزيم تم استخلاصه من القناه الهضميه للانسان بالنسبه للزمن، يرجع عدم زياده نشاط الانزيم. حبيبي قلت لك لما الانزيم بيزيد بيكسر ماده التفاعل، لو ثبت يبقى كده ماده التفاعل كلها خلصت. تغير البي اتش، فين هنا البي اتش؟ التركيز الانزيم يحد من المعدل يا ابني، ده بيزوده. وصول درجه الحراره، فين هنا درجه الحراره؟ يبقى كل جزيئات ماده التفاعل خلصت. الأشكال التالية توضح بعض عمليات الهضم، أي من العمليات السابقة تعمل بشكل أفضل بعد إضافة إنزيم الأميليز لكل منهما. بص يا بابا، الفم فيه إنزيم اسمه الأميليز،
بيشتغل في وسط 7.4، بيحول الانيشال مالتوز. المعدة فيها انزيم اسمه البيبسين، بتشتغل من 1.5 إلى 2.5، بتحول البروتين الى عديدات ببطايد. الامعاء بتشتغل في وسط 8، فيها انزيم اسمه التريبسين، بتحول البروتين الى عديدات ببطايد. فهنا نشا ومية، حرارة 37.5، نشا ومية بيقيتش 9، بيقيتش 2، بيقيتش 8.25، لا يبقى افضل واحد رقم 1. يبقى الهضم هيتم في افضل حاجة 1، عشان في نشا مادة الهدف عند القص بتاعه 7.5 اللي هو تقريبا 7.4 في درجة حرارة 37، تمام. هنا 9 لا، 2 لا، هنا 8 تمام، بس 25 درجة لا، احنا قلنا 37. انزيم هضم في الانسان يهضم المادة الهدف له بمعدل سريع عند درجة حرارة 35، ماذا يحدث لو وضع في 50؟ قلتلك لو اتحط في 50 يتوقف عمله، ولو عاد لا يعمل بسبب تشوه الانزيم، يبقى تتغير طبيعة الانزيم ويتوقف طبعا. يستمر لا، بمعدل اصعب بقولك يقف، بمعدل ابطأ يا ابني بقولك يقف. يبقى الاجابة الف. أي من الجزيئات العضوية التالية يحتوي على مجموعة كربوكسيل حرة COOH؟ يبقى البروتين. البروتين، البروتين دي صح بس دي غلط. البروتين، ايه البروتين اهو. الشكل التالي يوضح تجربة لهضم زلال البيض بإنزيم البيبسين. البيض ده بروتين المستخلص من المعدة، أي الأنابيب سوف يهضم البروتين أسرع. زلال البيض وبيبسين 37. طب ماشي، زلال البيض و HCL، زلال البيض و HCL وبيبسين 75 لا، HCL فين البيبسين، بيبسين فين ال HCL، يبقى ده افضل حاجة اللي هي جيم. HCL عشان حامضي، وبيبسين هيهضم المعدة، وزلال البيض هيهضم البروتين. عند وضع خلية من كبد انسان في وسط يحتوي على الفوسفور المشع بيك دي رغو 30، اي من الجزيئات يحتوي على هذا النظير؟ ما تتخضش، احنا ما خدناش المشع، ما تتخضش، انا عايز حاجه فيها بي. الجلايكوجين سكر، قلنا اي سكر سي اتش او، الالبيومين ده سي اتش او ان، الجلوكوز اي سكر سي اتش او، الدي ان ايه سي اتش او وان وبي. يبقى الاجابه دي. الجدول المقابل يوضح اربعه انابيب اختبار تحتوي على كميات متساويه من النشا مع انزيم الاميليز، اي الانابيب يتحلل النشا اسرع. قلنا النشا في الفم في وسط 7.4 تقريبا في درجة حرارة 37، 27 لا، 27 لا، 37 تمام، 37 تمام، 2.5 ده حامضي، يبقى المفروض 7.5، يبقى الاجابة رقم 4. عند مضغ قطعة من الخبز، الخبز ده نشا يعني سكر معقد، لبضع ثواني نجد ان طعمها حلو، مما سبق يستنتج ان لعاب الفم يحتوي على انزيم يحلل مائيا النشا المعقد الى ملتوز ثنائي، والثنائي ده بسيط، واي بسيط طعمه حلو، يبقى النشا الى ملتوز، هتلاقي اي حاجه تانية بتتحول الى معقد زيها ليس لها طعم. وبكده طلابنا الغاليين، طلاب الصف الاول الثانوي، استمتعت جدا ان انا كنت معاكم، استمتعت جدا ان انتوا هتشوفوني وتتعرفوا عليا. اتمنى من ربنا تكون حلقه مفيده ليك وليا، اتمنى من ربنا تكون فهمت يعني ايه احياء، يعني ايه افكار. احياء ماده مش صعبه، بس ماده فيها افكار لازم تتاسس فيها صح. عملنا لك مراجعه قويه جدا على الباب الاول، نتمنى تكون عجباك ان شاء الله. انا هرد عليك في الكومنتات بنفسي. كان معكم مستر مصطفى عباري من منصه تذاكر اونلاين التعليميه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.